قبل ما نبداو الحصه دي اليوم نشكر الحضور. دونك بالنسبه لليوم ان شاء الله غنحاولوا نتريتاو يعني لو سوجي ديال لا كونستركسيون ديكيب، يعني كيفاش ان انترينور دو كونستروير ان ايكيب. داكور، نحاولوا نتريتاوها لا على او نيفو تكنيك ويعني براتيك، وحتى او نيفو بسيكولوجيك او نيفو يعني بيرسوناليتي ديال الجوار ولي بروفيل ديال الجوار. ومن بعد ان شاء الله في لافان نهضروا على لي جوار تيتولير نورمالمون اللي كيدخلوا مثلا سته، كيفاش لي زونترينور نورمالمون كيكونوا لي 6 ديالهم باش انه يدخل الماتش، لانه لي 6 سا بو شانجي بارابور او يعني او سيتوياسيون ديال لي ماتش ولا لو نيفو دو ماتش. داكور، دونك كنشكركم كثير. نتمنى مثلا من الناس اللي غيشوفونا اللايف انهم يدخلوا بارطاجيو معنا ليكسبيريونس ديالهم. جو سي كو اون سو مومون كاين بوكو دو فيديو كونفيرونس، دونك الناس راهم كيشاركوا مثلا كيشاركوا في بعض لي فيديو كونفيرونس. دونك سي اون بون شوز، لانه كاين ريشيس وان الناس يعني كيختاروا مثلا السوجي او الموضوع اللي كيناسبهم او اللي كيهمهم. دونك فوالا، دونك نبداو ان شاء الله اليوم بالكونستركسيون ديال ليكيب. نبغي نهضر مثلا غير بالنسبه نبداو مع السي خلوف، يعني كتجربه ديالك كجوار انت مثلا، والتجربه ديالك يعني ما غتكونش يعني كاونترينور، يعني من مكان اونترينور، لان يعني في البيتش نتوما عندكم دو زيكيب دو جوار، وكنعرفوا في البيتش فولي ليكيب راه دو، يعني ما عندكش هذا كما كنقولوا هذا الصداع الراس، يعني شكون اللي غيدخل شكون اللي كومون كونستروي هذا ليكيب وهذا. ولكن مثلا في البيتش فولي هذوك لي دو جوار انت اللي كتختار، واش كتختارهم عندهم لي دو بروفيل بحال ولا خاص ضروري دي بروفيل كل واحد يكون عنده بروفيل باش انك تكون داك الفريق؟ السلام عليكم، تحية الاخوان الحاضرين. بالنسبه للكره الطائره الشاطئيه، باش تختار هاد لي دو جوار خاصك تشوف جميع النواحي، يعني دو كوتي بسيكولوجيك تكنيك، خاص يكون واحد التوافق بيناتهم. الا جينا ندوي على التكنيك، حنا بيتش فولي كيكونوا سي سبيسياليتي، كيكون ان جوار دو بلوك ان جوار دو ديفونس. دونك باش دير اون ايكيب هكا اوموجين اللي تكون مزيانه، خاص يكون ان جوار دو بلوك كي بيان اون بلوك و ان جوار كي بيان اون ديفونس. دونك باش تجي واحد اون ايكيب لي اوكي، يعني كلا اختاريتيهم دو بلوكور دو ديفونسور غتلقى دي فاي في ليكيب. داكور، دونك انت كما قلتي انت كيكون مثلا جوار اللي كيكون بلوتو يعني اورينتي البلوك، وواحد تيكون اورينتي لا ديفونس و تيكون تكنيكمون بلوز اليز، سي سا؟ وي سي سا. بالنسبه للكوتي بسيكولوجيك، واش الاختيارات ديال الجوار كيكون جوار عادي كيف ما جا، ولا كيكون اختيارات سيرتو في ليكيب ناسيونال مثلا ملي كتكون عندك واحد الكثره ديال لي جوار مثلا، واش كتختار هل اللي جا اللي كيلعب مزيان، ولا عندك دي مثلا دي كريتير باش تختار لي جوار ديال ليكيب ناسيونال؟ بيان سور، ليكيب ناسيونال سي با بحال الكلوب. ليكيب ناسيونال لي غيديجي ليها سي دي جوار اللي كيكونوا ان سيرتان نيفو بسيكولوجيك، كيكونوا فور بسيكولوجيكمون، لانه لي تورنوا دو بيتش فولي سي با الا نقارنوا بلاصه سي با لا ميم شوز. البيتش فولي كاين دو جوار في التيران، ما كاينش شونجمون، يعني ما الا كان ماشي في نهارو كما كنقولوا غيبقاو عليه تيخسر. دونك لو جوار اللي غادي يجي البيتش فولي ليكيب ناسيونال خاص يكون فريمون تري فور بسيكولوجيكمون، خاص يكون اللي ما كيحطش يدو، اللي ما كي ماشي واحد منهزم، ماشي دغيا يصافي يسلم ويخسر الماتش. دونك خاصنا دي جون اللي فريمون يكونوا تري فور بسيكولوجيكمون. داكور، دونك بالنسبه للبسيكولوجي يعني كتقول بانه خصهم يكونوا تري تري فور بسيكولوجيكمون، ما غنقدروش نديفلوبي اكثر من هادشي، لانه عندك دو جوار. دونك راك لخصتيني لنا شويه يعني الموضوع. بالنسبه لاصال مثلا سي نوفل مثلا نوفل المسكالي، نسولك على لاصال. دونك انت راك تجوي في دي كلوب اللي كبار وهذا، وتجوي في ليكيب ناسيونال. بالنسبه لك انت، واش يعني الكونستركسيون ديال ليكيب باش نكون فريق، واش عندها يعني كما كنقولوا عندها دي كريتير، عندها دي كريتير باش ان مدرب يكون الفريق، ولا كيختار غالي ميور جوار؟ شنو بالنسبه لك انت كيبان لك التجربه ديالك، يعني واش كناخذ غالي ميور جوار ماشي شغلي بالعقليه ديالهم، ماشي شغلي واش انتيغرا وهذا، ولا فريمون كنختار لي جون اللي يعني يقدروا مثلا انتيغراو في البروجي ديالي ويقدروا يعني كان ممكن تهضر معنا على تجربتك؟ اكثر لي جوار اللي غيدخلوا للتيران، لا ليكيب ديال 12 ولا ديال 14 لواحد.
كتشوف حيت كاينين دابا عندنا في الفولي كاينين بزاف ديال لي بوست وكل بوست كيكونوا فيه بزاف ديال اللاعبين فهمتيني يعني المدرب كيدير لي زونطريمون ديالو ولا حيت كاين شي اونطرينور كيجي ما عارفش الدراري يعني عاد خصو فهمتيني يشوف اللي فهمتيني اللي فني كيكون مزيان في البوست ديالو اللي يكون متفاهم مع فهمتيني مع لي جوغ ولا شي حاجه هو اللي كي انا كيبان لي المدرب كيختار على هاد النطاق دونك اللي بغيتي تقول هو ان ما كاينش الكريتير غير سبور يعني غير الفولي اللي كيلعب مزيان يجي كاين دوطر كريتير اخرين يعني يقدر يكون واحد كيلعب مزيان ولكن ما كنختاروش لانه ما مفاهمش مع الدراري مثلا المدرب المغربي انا بير هو اللي كيكون عارف العقليه ديال اللاعب المغربي فهمتيني يعني كيكون عارف فاهم يعني المدرب الاجنبي هو اللي كيجي ما عارفش العقليه ديال اللاعبين كاملين ما عارف اي يتادابط بشويه بشويه كيسول كيشوف يعني كاينين دي كريتير كما قلتي داكور دونك ايوب الا عندك شي نقطه في هذا قبل ما نهضر انا ونعطي الراي ديالي دونك الا عندك شي نقطه في هذا الكريتير ديال لو شوا ديال لي جوار انا جو كونفيرم حد الدراري الوغ لي كريتير راه كيف ما كنقولوا خاصو يكون تكنيكمون مزيان فيزيكمون مزيان وعاود عاوتاني حتى بالنسبه لليسبري ديكيب هو وسط ليكيب شنو كيفاش كيتعامل مع الكويكيبي ديالو كيفاش كيتعامل مع لونترينور لانه هادشي هاد لو كوتي بسيكولوجيك عنده تاثير كبير على الفريق يقدر يكون لعاب كيلعب مزيان كيف ما كيقولوا كيضربها مع فين وهذا ما يدخل ليكيب ويدير لك السيزاني ويدير لك مشكل في ليكيب والفولي خاص كي سا دوموند بزاف ديال الكونسنتراسيون بزاف ديال لوموجينيتي بزاف ديال سبور ديكيب راك عارف ماشي سبور انديفيديال اللي غادي مثلا لعب تنس ولا هذا فولي خاص تكون لوموجينيتي الوغ الا ما كانش داخل انتيغري ما كاينش الانتيغراسيون ما يمكنش تنجح هذيك المنظومه وما يمكنش تنجح هذيك السفينه كيف ما كيقولوا باش تزيد القدام دونك بالنسبه لي انا نهضر على هذه النقطه هي كاينه اون ديفيرونس بين كونستركسيون ديال ليكيب في ان كلوب وكونستركسيون ديكيب في ليكيب ناسيونال لانه سي ديفيرون مثلا في الكلوب كيجي المدرب تيلقى ديجا ليكيب كاينه دونك الا عنده واحد جوج ولا ثلاثه ديال اللعابه اللي غيفافير لو ريكروتمون ويبدلهم راه ما عندوش واحد لا ما على ليكيب شي بحال ليكيب ناسيونال هو اللي كيدير لا سيليكسيون دونك لا سيليكسيون ديالو تيكون عنده ان شوا باش يشوف لي كريتير يعني يا تكنيك تكتيك وحتى فيزيك وحتى بسيكولوجيك ديال الجوار دونك ممكن انه تكون عنده داك لا ليبرتي ديال انه يختار هنا وهنا هنا ماشي بحال الكلوب اللي كتجي مثلا حنا عندنا تجربه في المغرب كتجي الكلوب كتلقى ديجا الدراري لي سينيور راه هما لي سينيور كتجيب لهم واحد ولا جوج بوغ انفورسي ولكن راه عندك تقريبا 10 ديال اللعابه ولا 11 لعاب مفروضين عليك مفروضين عليك بلوغ بسيكولوجي مفروضين عليك بلوغ لاكون تكنيك مفروضين عليك بجميع يعني لي بروبليم يعني جميع المحاسن وجميع يعني لي بروبليم ديالهم انا بالنسبه ليا بغينا قبل ما نديطايو بغيت نهضر على لي تيب ديال الجوار اللي ممكن يلقاهم لونترينور مثلا في اون ايكيب كنبداو مثلا بلي جوار اللي كيكونوا ليدر دونك هادوك لي جوار اللي كيكونوا ليدر تيكونوا مثلا بوزيتيف داكور اللي هما داك الموتور ديال 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 الفرقه اللي كيقدروا يهزوا مثلا الفرقه فير لو فير لو سوكسي داكور كاين لو تيب الثاني اللي كنسميوه ان تيب لي سونغارد مثلا اللي بحال اللي كنسميوه النمل كيكون كيخدم من التحت ما كيكونش باين داكور مي خدام للفرقه يعني ما باينش يعني في الاضواء وهذا مي تيكون يعني خدام للفرقه وكيعاون الفرقه بلا ما يدير الضجيج يعني بلا ما يدير كاين واحد تيب ثالث كيكون لي سميتهم لي بحال قلتي لي بيرتورباتور البيرتورباتور تيكونوا حتى هما عندهم لو ميم بروفيل ديال ليدر مي نيجاتيف كيكون ديما هما اللي كيحطموا داك ليكيب هما اللي فيما كان شي حاجه ما تمشاتش ولا هذا كتلقاهم هما الاولين كيخلقوا داك لازيزاني وتيقول لك شتي هادشي اللي قلنا لكم مثلا راه قلت لكم مثلا هاش فين غنوصلوا دونك كتلقى داك لي بيرتورباتور حتى هما حاضرين سورتو في لي مومون كيكونوا ديفيسيل وكاينين هذوك الاخرين اللي تيكونوا مثلا كيتسموا يعني لانديسي او اللي كيكونوا انفلونسابل يعني انفلونسابل في البوزيتيف وفي النيجاتيف داكور دونك هادو تيكونوا لي دو تيب لي كات تيب ديال لي جوار اللي عندك مثلا وانت اللي مثلا خصك تعرفهم من 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 الاول كيفاش غتعرفهم دونك كاينه واحد العلم سميتو لا سوسيولوجي هاد لا سوسيولوجي موجوده داكور خاصنا نقراو عليها وخاصنا نعرفوها ميمكنش ان اونترينور يدخل مثلا يدرب اون ايكيب ولا يكونستروي اون ايكيب الا ما كانش عنده واحد لي زوتي في لا سوسيولوجي وهاد لا سوسيولوجي هي كنسميوها علم الاجتماع
داكور في علم الاجتماع وبارمي هذا العلم الاجتماع كاين لا كويزون ديكيب كومون كريي واحد ليكيب لانه كاين هاد لي شوز اللي غنشوفو كيفاش نخلق انا اون ايكيب على او نيفو تيوريك او نيفو يعني هذا وحتى او نيفو براتيك كيفاش غنخلقها مثلا كاين واحد الكيسيونير لي زونترينور شحال هادي كانوا كيديروهم ومازال يعني tu peux le faire ou tu peux le faire يعني individuellement ماشي ضروري يكون كيسيونير تيديروا كيسيونير للجوار باش كيشوفوا مثلا لي جوار ليدر واللي جوار مثلا لي سوا بيرتورباتور سوا لي جوار لي سومي مثلا ني سون ني فوريان ولا ما باغيهم حتى شي واحد ولا هذا دونك كتعطي بعض الاسئله اللي هما ساهلين مثلا كندير واحد لا جورني فيها لا ان كيسيونير مثلا السي الرئيس مع من تقدر تشرب قهوه من مع الدراري انت غتسول تكتب ليا مثلا غنقدر نشرب قهوه مع نوفل وما نقدرش نشربها مثلا مع نبيل خلوك مثلا في نفس الجواب غيقول لي نقدر نشربها مع نوفل ولكن نبيل ما نشربهاش معاه كيسيون ديال الا مشينا مثلا ديبلاسمون شكون اللي تقدر تبارطاجي معاه لا شومبر يقدر يقول لي انا نبارطاجي لا شومبر مع نوفل ولكن مع نبيل لا دونك ديجا هاد الكيسيونير مي كنديرو كيخرج ليا مثلا واحد لي دو نو مثلا نوفل راه كلشي باغي يجلس معاه كلشي باغي يشرب معاه قهوه كلشي باغي يمشي معاه هذا دونك ممكن تبازا عليه انا باش نديرو ان ليدر داكور ديجا هو سي ان ليدر بارابور لي ريبونس مي انا حتى انا تبازا عليه لانه محبوب من عند اللعابه وهذا دونك نقدر ندوز معاه دي ميساج وكيبان ليا نبيل ما محبوبش عند لي جوار كاملين دونك عندي دو شوا سوا انني نحاول بار لي زيكزيرسيس بار لي غينيو انني ندخلو في ليكيب الا كان جوار يعني اللي كيعطيني اضافه وهذا ندخلو ليكيب اولا لا بان ليا فريمون بعيد مثلا ولا هذا ما عنده ما يدير معايا لانه فهمتيني غيخلق غير هاد المشاكل وما يخليش مثلا هاد لا ستابيليتي ديال 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 ليكيب اتفقتوا معايا في هاد القضيه دونك هاد لا سوسيولوجي مهمه ضروري في اول سنه كدار باش لونترينور تيعرف مع من كيتعامل لانه عندنا اون جيستيون ديكيب ما عندناش مثلا جيستيون انديفيديوال ولا جيستيون ديكيب راه سي تري ديفيسيل باش انك تلقى اون ايكيب دو 12 ولا 14 اللي اوموجين واللي كتمشي في نفس لوبجيكتيف واللي كلشي مزيان دونك راه ماشي ساهل دونك راه سي بور سا كو يا با كو الفولي غير التيران المونشي توش دو بال لاطاك نو كاين دوطخ شوز افير على الاكستيريور ديال التيران باش انك تكون يعني تخلق هاد ليكيب اوموجين داكور دونك بالنسبه ليا هاد النقاط مهمه وغنبارطاجي معكم واحد لو دوكيمون توتالور ديال لونترينور ديال ليكيب ناسيونال دو فرانس كيفاش هو لا فيلوزوفي ديالو باش يكونستروي هاد ليكيب داكور ونعطيكم ميم الفيلوزوفي ديالو كيفاش كيحطها ليهم او ديبي ديال الستاج مثلا الستاج الاولاني ديال العام كيفاش كيحط لا فيلوزوفي وشنو كيقول ليهم وشنو دونك فريمون سا فا ايتر انتريسون لانه غتكون براتيك داكور سي الرئيس عادل شكرا على الحضور معنا راه كما كنقولوا دائما محتاجين لي جوار اللي عندهم مستوى عالي واللي دازوا في المستوى العالي دونك بالنسبه لك سي المشاغبين المشاغبين بالنسبه لك سي الرئيس المدرب مثلا احنا هضرنا شويه على لي جوار كيفاش خصهم لي تيب كيفاش الواحد خصو يحضي معاهم كيفاش بالنسبه للمدرب يعني باش تكون داك الفريق مثلا شنو هما لي كاليتي اللي خصهم يكونوا في عند المدرب وكان هذا الموضوع هذا فقط فيتنا هضرنا عليه زعما المدرب كيفاش خصو يكون وهذا ياك سي هضرنا في الاول على المدرب اون جينيرال كيفاش خصو يكون هنا مثلا كيفاش كونستروير ليكيب كاين دي تروك اللي خص المدرب يديرهم باش يكون الفريق يعني من غير لي كاليتي ديالو ولي شوز اللي خصو يكونوا فيه كاين بعض لي ديتاي اللي ممكن يهرسوا لك الفرقه وممكن يخلقوا لك الفرقه هذا هو اللي بغيت نقول لك نعطيك مثلا هضرنا على لونترينور تيكون جوست اوكي محتاج لا جوستيس تقدر تخرب لك الفرقه الا ما كنتي جوست مع اللعابه مثلا دونك هادو سي دي بوين لي امبورطون اللي بغينا نهضروا فيهم مثلا اعطيني اي نقطه انت بانت لك يعني في مهمه ومن بعد راه اون ديفلوبي انا واحد النقطه مهمه اللي كان لي شي شويه قريت على غوارديولا اللي ستان غرون اونترينور وكيفاش تتعامل مع لي جوار ياك دونك شاك جوار خصك تاخذو في شنو المشاكل وشنو ما تعممش فهمتي زعما ما تعممش مع كلشي لان ما كاينش شحال هادي كنا كنديروا كنا تنعرفوا كلشي بحال اللي جا ما جاش مع ثلاثه يمشي بحال هكا ولكن حنا ما عرفناش هذاك الجوار مع اللي ما جاش مع ثلاثه علاش ما جاش ماشي شنو كيفاش خصني نهضر معاه كاين اللي خصني نغوت عليه كاين اللي ما خصنيش نغوت عليه كاين اللي خصني نبارطاجي معاه كاين اللي ما خصنيش نبارطاجي معاه ولكن هذا كله انا ديما تنقول واحد الكلمه اللي ديما وليت تنامن بها دابا شنو لي زوبجيكتيف ديال هذاك المدرب شنو هما كديفيني هذاك لوبجيكتيف باش بارطاجيه مع اللعابه ياك بلا بارطاجيه مع الكلوب
ياك باش توصلوا ليه كاملين. من فوا تيكون هذاك الشيء واضح ومتفقين كاملين دونك كلشي تيمشي معاك. دونك انت في هذا التدخل ديالك راه تو دوني دو بوين. بروميير بوين سي لانديفيدياليزاسيون دو طرافاي، انك ولا لانديفيدياليزاسيون ديال الكومبورتمون ديال، ما يمكنش انك تعامل الجميع بنفس الطريقه بنفس، يعني عندك لازم تكون التعامل ديالك على كل جوار ب ب ب ب يعني ب ب بشخصيته، كل جوار بهو شنو عايش وهذا. دونك متفق معك. والنقطه الثانيه اللي قلتيها واللي هي مهمه وهي هاد لوبجيكتيف، يعني هو اول نقطه خاصو يكون مثلا في لا كونستركسيون ديال ليكيب. ما يمكنش مثلا الانترينور يجي في اول سنه وما عندوش ان اوبجيكتيف وما شرحوش اللعابه وماشي داكور مع اللعابه على لوبجيكتيف. يعني كما كنقولوا جا مثلا الانترينور كتلقاه ما كيكومونيكيش، هو عنده اوبجيكتيف مي مخبيه راسو، ما قايلو لا اللعابه ما قايلو لا الكوميتي ما قايلو حتى شي واحد، غير بوحدو بغى يدي الشامبيونه. ولكن اللاعب مثلا باغي ما باغيش يدي الشامبيونه، ما قادرش يدي الشامبيونه، il peut pas s'engager باش يدي الشامبيونه لانه خدام جهه اخرى ولا عنده مشاكل اخرى ولا الكوميتي حتى هما ما عندهمش لي مويان باش يمشيو للشامبيونه. دونك كتلقى واحد تروا زوبجيكتيف ولا اربعه ديال زوبجيكتيف في نفس الفريق، هذا هو اللي تيخلي داك التشتت في، فهمتيني، التشتت في العمل وكتلقى في الانرجي والجوار كتلقاه ما كيقول لك مال هذا ما باغيش يخدم معايا، ما بغيش يوصل معايا، ما بغيش هذا، وهو راه ما قادرش لانه ما صرحتيش في الاول وما عطاكش لافي، لانه خاص هذا لوبجيكتيف يكون كلير في الاول داكور، وخاصو يكون محطوط. دونك بارمي لي برومي بوين خاص لونترينور بو كونستروي ليكيب، حنا كنهضروا لانه ليكيب ها هو ما عندك 12، ولكن 12 راه ما صافا با دير بينهم، راه سي اون ايكيب، راه هما 12 لانديفيديو، فهمتيني، 12 لانديفيديو هما محطوطين، ولكن باش تكون هذيك ليكيب اللي غادا لواحد لوبجيكتيف وغادا كيهضروا نفس هذا، راه خاص هاد لي بوين اللي هضرنا عليهم مثلا جوستيس لانديفيديوليزاسيون ديال لو طرافاي ديالك و لوبجيكتيف اللي خصو يكون واضح وكلير لكلشي، و لو بلوز امبورطون بالنسبه ليا ما يكونش صعيب باش ما مش ما تجيش سمارت اي فوالا، يكون سمارت، ولكن سورتو يكون اكسيسيبل، يعني ما غيكونش رياليزابل ما غيكونش ديفيسيل باش ما يخلقش داك سميتو داك، يعني بنادم صافي قنط ما يقدرش يوصل، دوك غتولي تلقاه ف مثلا كتقول ليه دي ليا الشامبيون، ها مثلا ان اكزامبل، وباش يدي الشامبيون مثلا في هاد الشامبيون اللي كنلعبو خصو يربح كاع الماتشات، كتلقاه خسر ماتش الاولاني والثاني هبط يدو، يعني في المود سبتمبر ولا اكتوبر الا خسر دو ماتش هبط يدو. دونك ديجا انت خالق ليه واحد لوبجيكتيف اللي ماشي اكسيسيبل، اللي ديفيسيل عليه داكور. دونك لوبجيكتيف خصو يكون ماشي ديفيسيل وماشي فاسيل، خاصو يكون يعني ان اوبجيكتيف اللي تيكون رياليزابل واكسيسيبل. هذا بالنسبه لي. عندي نقطه اخرى وندخل سي حتى سي طارق الى بغى يناقش معنا هذه النقطه وعنده مثلا شي فكره في هذا لي كريتير بور كريي اون ايكيب. انا بالنسبه لي حتى هما دوك لي ريغل دو في، لي ريغل دو في ديال الكلوب، هادو حتى هما خصهم يكونوا واضحين في الاول. دونك في الاول خصني نشرح للعابه مثلا لي ريغل ديال هاد ليكيب، يعني يا اما او نيفو ponctualité, اما au niveau engagement, au niveau يعني على جميع المستويات كنخلق ليهم واحد لي ريغل. ما تجيش معطل مثلا، تجي لابس لونيفورم مثلا، تريني بلونيفورم ديليكيب مثلا، جو سي با، يعني لي ريغل راهم كثار، كل انترينور كيدير لي ريغل ديالو. دونك سي طارق عندك شي نقطه تقدر تضيفها معنا انت ك انترينور حتى انت مع لي جون وهذا، شي نقاط اللي مهمه باش انك تكون اون ايكيب يعني سودي. كيف قلتي لا بروميير شوز اللي كنسيستي عليها هما لي ريغل، كون تي امبوز دي ريغل من الاول داكور ابري كوتي كلير، يعني ما كاين اللي كيخرج شي واحد على لي ريغل ولا شي حاجه، كتكون عارف لي سانكسيون وكتكون عارف حتى داكشي اللي مثلا الا دار شي حاجه مزيانه شنو غتعطيه، ملي كيكونوا لي ريغل امبوزي من الاول كلهم كيكونوا عارفينهم، كيفاش كتكون اون كومونيكاسيون، حيت لا شوز لا بلوز امبورطون في لا جيستيون ديال اون ايكيب ولا اوسان دون ايكيب سي لا كومونيكاسيون اونتر l'entraîneur et les joueurs ou bien les joueurs eux-mêmes. Oui. Ce qui fait il y a même qu'un chef l'entraîneur qui se met les joueurs à mon moment de gérer comme bien ou khas imposer les règles ou khas عرفهم شنو كاين ولكن il faut les écouter كيف قال ابو بلال الاخ ما قال غوارديولا يعني كل واحد كتعرفوا هو علاش بغى يوصل وشنو باغي وشنو من موراه لا لي جوغ عنده ان فيكو ديالو التقلبات ديالو عنده رواسب ديالو عنده بزاف ديال الحاجات سكي في هاد لونترينور سيكون ديجا ان بون كومونيكون مع لي جوغ يكون عنده لو سافوار د ليكوت فو فريمون بيان ايكوتي اكثر ما تهضر سمع اكثر ما تهضر هادو هما لي ريغل اللي كنخدم بهم بزاف متفق معك لانه لا كومونيكاسيون سي ان بوين لي تري اسونسييل حتى هو ان جروب سي لو بلوز امبورطون دو شوز كومونيكاسيون اي لا بون ايكوت
D'accord. Après, la consécutive avec le temps. Si, si, si. C'est la communication est très importante. والوضوح في اي حاجه دونك ملي كيكون مثلا لونترينور كي اي حاجه كيديرها خص يكون عندها بعدا لو سونس داكور ما تكونش شي حاجه اللي ما عندهاش لو سونس اي حاجه خصها تكون عندها سونس اون بليس دو سا كتلقى مثلا كتكون لا كومونيكاسيون باش انه لانه في لا كونستركسيون ديكيب راه كتكون يعني جورناليير يعني راه تقدر شحال من حاجه تادابتيها بارابور شنو كتعيش انت مع ليكيب راه ماشي ضروري كاينه اون فيلوزوفي كتبعها 100% وصافي كتقول لهم تبعوها راه كاين ديما واحد لاجوستمون على حساب مثلا لي سيتوياسيون على حساب يعني الاوقات على حساب دونك دي فوا راه كتعطي مثلا دي ريغل كتقول لهم ما تجيوش معطلين مثلا جيو في الوقت وهذا ولكن كاين بعض المرات كيعيط عليك شي واحد ولا كيطرا ليه واحد الظرف ولا هذا ما يمكنش تقول له لا لي ريغل ديال ليكيب راه هما هادو ما دونك كتبقى ديما ادابتي لهذوك لي جوار دونك بالنسبه لي حنا راه هضرنا على بونيك اكتيف هي هذيك فوالا ديك ليكوت اكتيف هي اللي كتخليك تسمعهم مثلا ومن هذيك ليكوت كتعرف واش تقدر مثلا هذاك الجوار تي بو سانكسيوني ولا لا حيت كاينين ديكا الفو فريمون سانكسيوني وي واخا يكون عنده كذا ولكن كاينين ديكا الفو سادابتي مع داك لا سيتوياسيون ما عندك ما دير متفق معك بالنسبه للنقاط اللي شفنا راه نقاط مهمه انا بالنسبه لي النقطه المهمه والكبيره اللي خص بنادم يحطها ويشرحها للدراري وهي ليكيب لي بلوس امبورطونط على لانديفيدو داكور هذه خصو يعرفها لو جوور خصو يعرف ان ليكيب بالنسبه للمدرب هي اهم من اللاعب اللاعب راه مهم داكور في سا بوزيسيون ولا في سون طرافاي ولكن راه الفرقه اولا لا في ديال الفرقه كدوز يعني كدوز قبل من كدوز قبل من الجوور بالنسبه هنا هضرنا دابا شويه على لونترينور هذا غندوزو على التيران داكور غندوزو على التيران وغندوزو على كما قلنا على مثلا ايكيب ناسيونال ما نهضروش على الكلوب لان الكلوب كتجي كتلقى ديجا دي جوور ديجا اون بلاص ولكن حتى في الكلوب ممكن انك تجيب دي ريكروتمون باش انك تغونفورسي وهذا دونك نوفل مثلا في التيرا عندك مثلا انت اونترينور مثلا جيتي بغيتي تختار ليكيب ديالك داكور دونك عندنا مثلا دي بوست وهذا اللي لازم خصك تختار مثلا بار بوست ما غتختارش كلشي بوينتي ما غتختارش كلشي ريسيبسيونور ما غتختارش كلشي باسور كاين واحد الاختيارات وهاد الاختيارات كيختلفوا على حساب لي زونترينور كاين لي زونترينور اللي تيقول لك بغيت 4 د لي ريسيبسيونور اتاكون كاين اللي تيقول لك انا لا بغيت 4 د لي سونترو كاين اللي تيقول لك لا انا بغيت 3 باسور كل مدرب واختياراته داكور دونك انت بالنسبه لك شنو كنتي كتعيش في ليكيب ناسيونال يعني بالنسبه لهاد الاختيارات شنو كنتي عطينا تجربتك يعني كاين المدربين دازوا معاك شنو كان الاختيارات ديالهم مثلا واش نقول لك بالنسبه ليا الاختيارات اللي كانوا عند المدربين اللي دزت معاهم هما اختيارات زعما في محلها زعما اختيارات اللي كيديرهم كاع لي زونترينور في العالم فهمتيني يعني حيت حنا عندنا دي بوست وكاينين دي بوست اللي خصك ضروري شنقولوا يكونوا بحال دابا كيكون عندنا كيكونوا عندنا شي بوست اللي مهمين في الفرقه يعني فهمتي كاينين شي بوست اللي مهمين وكاينين شي بوست اللي شويه فهمتيني ماشي مهمين اكثر من داك البوست يعني كتشوف مرات كتلقى لونترينور كي بحال كما قلتي كيدي واحد 4 ديال لي زاتاكون بوست 4 كيدي فهمتيني كيخلي غير 3 سونترو بعض المرات مع واحد المدرب كيدي 4 ديال لي سونترو وكيدير غير 3 هذا 3 ريسيبسيونور اتاكون فهمتيني على حساب لونترينور وشنو كيشوف داكور ولكن بالنسبه لي انا بلا نايا ما انا ما صراحه ما عمري دزت مدرب ولا لا غير داكشي لانه ماشي في سي با لو رول ديال لو جوور سي نورمالمون سي لي زونترينور اللي لازم يعطيونا مثلا يعطيونا التجربه ديالهم ولكن نتوما دزتو مع دي زونترينور اللي مثلا كنتو ديما كتمشيو نفس يعني نفس الكومبوزيسيون ديال ليكيب ولا نو دي فوا مشيتي مع دي زونترينور اللي داو 3 دي ريسيبسيونور اتاكون داو 4 سونترو لا اكيد بغيت نقول لك انايا يعني عطينا شي مثال كل اونترينور وشنو كيحتاج فهمتيني كل اونترينور شنو كيحتاج من اللاعبين ديالو يعني حيت هو كيدير واحد لو ستاج ولا واحد لي زونطريمون اللي هما بزاف ومن تما كياناليزي كيشوف لي جوور اللي خصهم يكونوا في الكومبيتيسيون ولا خصهم يلعبوا ولا كاين فهمتي كاين بحال دابا كاينين دي جوور كما قلتي كيبانوا ليه هو واخا هما مزيانين في دوك البوست ولكن ما غيحتاجوش هو في الكومبيتيسيون دونك يعني كيشوف يعني الاحتياجات ديالو مثلا في الكومبيتيسيون وعلى حساب الفلسفه ديالو يعني هذه راه نقطه مهمه يعني المدرب قبل ما يدير لا كونستركسيون ديكيب خصو يسول راسو شمن الفرقه بغيت انا شمن نوع ديال الفرقه بغيت قبل ما ندير انا نعيط على لي جوار هذا خصني نعرف انا بعدا فلسفتي وشنو بغيت هاد الفرقه يعني ملي كتسول راسك وكتجاوب راسك على هاد النقاط
كتولي سهل انك تمشي تقلب تقلب مثلا على على لي جوار. رايس خويا الا عندك فكره على هذا الموضوع دونك ومن بعد نعطيكم انا الفكره ديالي ومن بعد جو بارطاج ليكيب ناسيونال ديال فرنسا وكيفاش كيمشيو. دونك لونترينور ديال ليكيب ناسيونال ديال فرنسا يعني كان حصل لي الشرف انني حضرت معاه في انفورماسيون يعني ريسامون في الجزائري وعطانا مثلا هو طريقه العمل ديالو مع هاد ليكيب ناسيونال اللي دا به هاد الورد ليغ واللي ما شاء الله عليهم يعني في تطور يعني مستمر. دونك انت بالنسبه ليك انت بالنسبه ليكيب ناسيونال ديالنا وهذا كيفاش كانوا اختيارات ديال المدربين في تيران؟ وغادي نهضر شويه خدمنا بزاف ليكيب ناسيونال غادي نهضر واحد جوج ديال المحطات. وكما قلت في الاول هو سولون لوبجيكتيف ديال واحد المدرب واحد العام كنا خصنا نمشيو نديو نلعبوا على لو تيتر ياك. حاولنا لونترينور حاول بغيت نذكر الاسم ديالو نذكره ماشي مشكل دونك حنا داكشي بلاش واه شدو الصداع المهم كنا نلعبوا كنلعبوا ان تيتر. كان معنا نوفل وكان معنا تسي خلوف واننا وان لونترينور جاب زعما لي ميور لي ميور جوار او نيفو اوفنسيف جنوب افريقيا هو كاين داري ها جنوب افريقيا لا لا سي با جنوب لا 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 سي با جنوب افريقيا كان في المغرب وداكشي المهم ولكن داريير شنو كان واخا او نيفو اوفنسيف زعما كانوا عاليين هما ونا اوبتي بوغ هاد لوبسيون هادي مي داريير كانت عندنا دي كاباسيتي او نيفو تكنيك او نيفو ديال لا ريسبسيون فهمتي كان داريير بحال ان سيرتان كومبليمونتاريتي سيتادير اون ستابيليز ياك نخدموا واحد شويه ولي مي هذوك الجوار حاولنا نخبيهم شويه لان بغاو يعاونونا في سميتو او نيفو اوفنسيف ياك وخدمنا بها زعما هو وحاولنا ونجحنا فيها زعما صراحه تقال داكور يعني كان هشام الصديق كان لاعب نعم يعني شحال من ريسبسيونير اتاكم مشاو يعني تقريبا ريسبسيونير اتاكم مثلا شحال كنا قلت لك ديك الساعه كان طوق كطوق جوا كنت انا كنوفل كما نخلو في وقيله وكان الباعيري وكان هشام الصديق لعبنا لاتيرال وكان حسن جلو المهم كلهم هادو اللي ما بقيتش عاقل بالضبط ممكن نمشيو اربعه كان ياك فهمتي كان زعما لا شتي هاد اللعابه انا وفي الخلوف انا سميتهم حسن جلدو دونك هادو الدراري كانوا في نيفو البلاطو مزيانين يقدروا يمشيو يقيسوا هنا ويجيبوا هنا كانوا تيخبيو على واحدين اخرين باغيزوم الباعيري وداكشي انا اوفونسيف ونيفو اوفونسيف فهمتي باش ننجحوا القدام في الفيلي ولا فهمتي الا خرجت الكره مع السيرفيس وداكشي ونجحنا في الطريق دونك هادي سان شوا ديال لونترينور زعما ونيفو سان شوا تاكتيك والوبجيكتيف كان ديفيني ومشروح للدراري وكلشي ها خدمتك وزعما ونجحنا فيه راه زعما موطرافاي كان و الاكسبيريونس الثانيه هو واحد خدمت معكم حتى انا بين انت وبابلو الوبجيكتيف كان هو لا فورماسيون كان واحد لو جيل جديد كان واحد فيلوزوفي جديده اللي فيم كان فيها واحد الاول الصراعات في الاول من بعد كلشي جا بها ولو فخوي ديالها هو باين دابا سي حتى هو الحشدادي هو سميتو زهيره ما شاء الله نوفل وهذا فهمتي دونك هادو دو 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 شوا اللي كانوا دو 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 زيكزامبل اللي خدمت بهم مي كانوا باينين وكانوا واضحين للناس فهمتي وقدروا الناس ينجحوا بهم دونك هذا هو لو بلوز امبورطون. انا نعاود رجعنا هو داك لوبجيكتيف استغلال لوبجيكتيف لا كان محطوط ومقاد داك الشيء وكان شويه الوقت مع الكري حنا المشاكل اللي عندنا من المهم الانسان كان تي يوصل او نيفو ليكيب ناسيونال او نيفو ديال الكلوب راه صعيب شويه لي كلوب صعيب شويه لانه ما يكذبش اذا ماشي كلش تنهضروا عليه راه ما كاينش لا تجي تلقى واحد ما تعرفش يدير ريسبسيون تيحل المدرب راه ما تجيبهاش انت راه ما عندك كدير عندك واحد 12 لعاب خصك تخدم بهم ما عندك هادشي اللي كنقول لك فهمتي بالنسبه للموضوع ما يمكنش نديرو على لي كلوب ديالنا لانه لي كلوب ديالنا كتجي كتلقى دي جوار وحتى الغوكريتمون يعني ما عندكش واحد لو شوا باش تقلب مثلا تجيب ان جوار ولا جوج باش يعني باش ترونفورسي شي حاجه وتكونوجيك المشاكل اللي صعيبه شويه دونك صعيبه كنهضروا فريمون على ليكيب ناسيونال وكنهضروا يعني ماشي على ليكيب ناسيونال ديالنا كنهضروا على ليكيب ناسيونال ديال اولا كيفاش المدرب خصو يشوف يعني يكونستروي هاد ليكيب ديالو باش نحطوا واحد الركائز باش ان الناس اللي كيتفرجوا فينا يعرفوا مثلا بوركوس تروي واحد ليكيب راه خص واحد ليكيليبر ما يمكنش مثلا نختار يونيكيب فيها غالي زاتاكون كاملين ولا نختار مثلا فيها غالي ريسبسيونور. اسمع لي نبي الله يرحم لك الوالد ما ننساش واحد حتى واحد ليكزامبل قديم زوين حتى هو كان زوين حتى مع واحد السيد كان عندنا
c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'on a travaillé sur le, au niveau de la réception, وكنا تقريبا واحد جو سي با لي ستاتيك ما كاينش ديك الساعه 70 حتى 80% كنا دي ماكسيمال لان كان عندنا ان بون بلاطو دو ريسبسيون ولكن هذا الشيء راه 2001 ولا شي حاجه داك الشيء كان قديم شي شويه قلنا زعما داكور مشات شويه الكونيكسيون في هذا الاخر دونك حتى كي اللي النقطه اللي بغيتي يعني تركز عليها متفق معك فيها هي لوبجيكتيف ديال لونترينور كل واحد مثلا كيدير لوبجيكتيف ديالو وكيختار مثلا لي جوور ديالو دونك انا جو بارطاجي معكم لو دوكيومون ديال بلا ما نهضر مثلا على الفكره ديالي انايا لانه الفكره ديالي سا روجوين حتى انا سا روجوين يعني لي زونترينور ديال نورمالمون اللي انا كاين واحد لوجيك فهمتيني كيبقى واحد الاختلاف واحد ان بوست ولا جوج داكور كاين اختلاف مثلا كاين دي زونترينور اللي تيقول لك ندي دو ليبيرو وكاين دي زونترينور تيقول لك ندي ان سول ليبيرو مي ان ريسبسيونير اتاكون اللي ممكن يلعب ليا ليبيرو داكور باش كيبقى داك الجوكر بينو بين ليبيرو ممكن يسيرفي مثلا ندخلو يسيرفي وهذا دونك بارطاجي معكم هذا لو دوكيمون ديال لوغون تيلي داكور دونك ومن بعد اون ديسكوت سور سا دونك لو كومبوزيسيون ديال ليكيب دو فرانس داكور لو دوكيمون ايلي سامبل وهذا الشيء انا بالنسبه ليا سي ان بوين تري امبورطون لان هذا لونترينور malgré les titres les dents malgré le niveau les hada donc sa présentation c'est des présentations les typono simples ou le plus important c'est le contenu يعني شنو داخل في داك les documents donc بالنسبه لي هو composition de l'équipe idéale يكون مثلا بالنسبه لي كيدير واحد l'équilibre بين les jeunes et l'expérimenté donc ضروري يكون عنده في l'équipe ديالو يكون واحد l'équilibre بين الدراري الصغار مثلا les jeunes وبين الدراري اللي عندهم l'expérience d'accord دونك خاصو عاوتاني في ليكيب ديالو خاص تكون لا طاي ولا ديتونت ما يمكنش مثلا في لي شوا ديالو ياخذ دي جوار اللي قصار مثلا وما تينقزوش وهذا دونك ضروري يكونوا لا طاي ولا ديتونت خاص عاوتاني تكون لا بويسونس دونك دي كي 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 اوبتي بور دي جوار اللي تيكونوا بويسون تيكونوا صحاح وكيكون داك لوسموز اونتر جوار دونك بالنسبه له هو لو بلوز امبورطون حتى هو ان ليكيب تكون يعني اوموجين وتكون واحد العلاقه بين لي جوار دونك هو راه غيخلقها مثلا في لي ستاج وفي التمارين ديالو ولكن على الاقل كيحاول انه يلقى مثلا داك لافينيتي بين لي جوار دونك بالنسبه لي باسور لي بروفيل ديال الباسور ديالو كيفاش كيبغيهم باش كيختار هو يعني. لانه عنده لو برومي باسور مي لي دوزيام باسور دي فوا يشونج دونك الاختيارات ديالو كيكون لو باسور لي كالم وريسبكتيو بوزيتيف دونك بالنسبه له خص الباسور يكون كالم كابابل انه يكون كابابل انه يلعب طوندي والكور ديكالي والكور افون اريير انه يكون عنده داك لي كاليتي كلهم ديال لو جو رابيد يكون بريسي في الكاتو 2 التايمينغ ديال البايب حتى هو يكون فيزيك على لوتر دونك الى لاحظتوا هذا راه نقطه مهمه انه تدي مثلا باسور تكنيك وباسور تيكون فيزيك داكور دونك في الاختيارات ديالو لي دو باسور ما كيديهمش بنفس لي كاركتيرستيك تدي ان باسور اللي تيكون تكنيكمون مجهد وكيدي ان باسور ثاني اللي تيكون فيزيكمون يعني طوله وفيزيك داكور لتحت راه كاتب دو باسور دو ستايل دو جو ديفيرون ما خصوش يدي دو دو باسور عندهم لو ميم ستايل داكور دونك كيدير واحد لا ديفيرونس بالنسبه لي ستايل ما كيديش لو ميم ستايل داكور دونك بالنسبه لي ريسبسيونير اتاكون كيدي هو اربعه لي ريسبسيونير اتاكون داكور دونك اربعه لي ريسبسيونير اتاكون الى لاحظتوا هنايا كيدي واحد فور على اتاك ضروري خصو يكون عنده في ليكيب واحد كيكون قوي في لاطاك بحال قلتي ان دوزيام بوينتو داكور كيقول لك كيحطو بعيد على الباسور باش يستعمل داك لا بايب يعني كيستعملو في لا بايب داك ملي كيكون في لا سيستيم فورماسيون ديالو تيكون مستعملو لوان دو باسور داكور بايب بلو فاسيل سا بوزيسيون ديليكات اون ريسبسيون اون فوا او ليو دو دو دونك كيكون بعدو على الباسور باش حتى هو فيو كو هو راه فور في لاطاك كيكونش ان بون ريسبسيونور تيبعدو باش انه يدير واحد الروتاسيون وحده في لا ريسبسيون ما يدير جوج داكور دونك هذا التفكير ديالو تيدي واحد فور في لا ريسبسيون يعني دوزيام ليبيرو تي هذا ريسبسيون اتاكون تيكون فور في لا ريسبسيون او ميم طو يقدر يوظفو في ليبيرو كيدي ان كومبلي كابابل دو رومبلاسي لي دو زوتر دونك كيدي معاه ان جوور كومبلي اللي تيكون كابابل انه ي رومبلاسي لي دو جوور هذاك اللي فور في لاتاك وهذاك اللي فور في لا ريسبسيون تيكون ان جوور كومبلي و ان تيكون فور اون ريسبسيون بوغ ان باساج اريير تيدي معاه بحال قلتي هذا اللي هضرنا فيه حتى هو
تيكون مثلا فور غير في لا ريسيبسيون. علاش كيبغي يستعملو مثلا في داك لا فان ديال السيت في دوك لي 3 روتاسيون مثلا يقدر يدخل يجيب لي غا لا ريسيبسيون ملي يوصل الفيلي يخرج داكور. دونك هذا سي ان اونترينور اللي كيبغي يدير بعد ريسيبسيون اتاكون كاين اللي كيدي ثلاثه. انا كنتذكر مثلا كنعرف دي زونترينور اللي كانوا كيديو ثلاثه ما فهمتيني كيدي دو ليبيرو كيدي ثلاثه ديال ريسيبسيون. دونك هذا بالنسبه للريسيبسيون اتاكون. حنا دابا كنهضروا على 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 التيران دونك لانه هو بلوز امبورطون في الكونستركسيون ديكيب. خاص هاد ليكيليبر وخاص هاد الشيء يعني ما يمكنش تفكر غير غير في هاد الشيء. خاصك تفكر فيه هاد لي ديتاي لانك كتلعب في الهو نيفو دونك يفو افوار اون ايكيب ايكيليبري. بالنسبه لي سونترو وراه كيدي كيدي دي كونترول سونترو دونك كيدي 3 سونترو ولا دابا تيولي عنده تيفكر مثلا يدي بلوس دي كونترول على دي زاتاكو دونك كيحبد انه يدي دي كونترول دي جوور سونترو اللي عندهم داك طوندونس ديال البلوك انهم يبلوكيو مزيان داكور. شحال هادي كنت كنتذكر انا كان واحد كيكون وراه هو كاتبه هنايا راك شحال هادي كنا عندنا واحد طروا تيب ديال لي سونترو. كاين واحد تيكون مزيان في لاطاك وشويه ضعيف في البلوك, واحد تيكون مزيان في البلوك وشويه ضعيف في لاطاك, واحد تيكون عنده كومبليت يقدر يرومبلاسيهم بجوج داكور. هو حتى هو نفس الحاجه مي ولا كيفكر انه يدير مثلا دي سونترو لي بلوس كيبلوكيو مزيان داكور لان محتاجهم بلوس في من غير لا فيكساسيون في السيستيم اوفنسيف راه محتاجهم في السيستيم ديفونسيف ديال البلوك في لي زيل والبلوك او سونتر داكور. دونك ان فور بلوك تيكون بعيد على الباسور دونك هذاك اللي تيكون موجود في البلوك تنبعدو على الباسور ما تنقربوش للباسور. مثلا الباسور في الان هو راه في 3 ان فور على اتاك اي فور سيرفيس دونك كيكون قريب من الباسور تيكون هذاك لاتاكون تيكون قريب من الباسور. علاش؟ لانه ملي كيكون الباسور دوفون راه كنكون عندنا دوز اتاكون خصني ان سونترال اللي كيكون كي اتاكي باش ما نكونش ليميتي داكور ويكون عنده ان تري بون سيرفيس داكور. ان كومبلي كي بو رومبلاسي لي دو دونك كيما قلت قبيله خصني ان سونترال يكون كومبلي بو رومبلاسي هاد لي دو جوور. بالنسبه لي انا ولا سيرفيس ماشي ولا تري 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 امبورطون دونك بارمي لي كريتير ديال لي سونترو سيرفيس ماشي ان سيرفيس ان سونترال اللي ما كيسيرفيس سيرفيس ماشي وما كيقدرش يجيب لنا نقاط راه ولا بنادم يعني ولا ديفيكولتي. هاد الفرقه اللي ما عندهاش دي سونترو كيلعبوا سيرفيس ماشي راه صعيب تدي دي تيتر لانه كيولي عندك مثلا دو سونترو كيتحيدوا لك تيولي عندك 3 جوور 3 سيرفيس ماشي مثلا قليله الوغ في الهو نيفو دابا خاصك 4 الفوق. دونك سي بور سا كو يفو فورمي لي جوور سونترو من دابا من الصغر انهم يديروا دي سيرفيس ماشي ويتعلموا دي سيرفيس ماشي بويسون لانه في الهو نيفو وفي المستقبل يعني محتاجين دي سونترو لي كيسيرفيو سيرفيس ماشي داكور. بالنسبه لي بوينتو عندك دو بوينتو كيختار هو ان بوينتو بويسون جوون سور بال اوت يعني كيلعب لا بال اوت يكون مزيان في لابال عاليه تيكون طويل مثلا صحيح وتيلعب الكواري العاليين وتيختار واحد تيكون بويسون تيكون كيلعب جو رابي داكور. دونك من بعد هو تيختار على حساب واش غوشي ولا درواتي مي خصو هاد لي دو تيب ديال لي بوينتو ما يمكنش يدي دو بوينتو عندهم لو ميم سي داكور. هو لامبورطونس دو بلوك عند هادو سيرفيس دو فيان ايليمون امبورطون دونك لي سيرفيس ماشي تري امبورطون بالنسبه ليهم داكور. دونك ليبيرو عنده هو ديما ان سول ليبيرو داكور لان هضرنا شفنا في لا ريسيبسيون اتاكون راه دي 4 دونك يقدر يرومبلاسي بان ريسيبسيون اتاكون. دونك تيكون كوراجو ليكتور جو هادو لي كاليتي ديالو ديال لي كاليتي ديالو ديال لي جوار. دونك تيقول لك مثلا هنا راه كاين دي زيكيب لي كيديو دو ليبيرو واحد كيكون ريسيبسيونور واحد تيكون ديفونسور هو ما عندوش هاد الاختيار داكور. شي قبل ما ندوزو لكيفاش هو كيحط الستا فورماسيون ديالو شي نقطه بالنسبه لشي تدخل الى بان لكم يعني بغيتو نشرحو مثلا او لا اخوان اللي عنده شي تدخل مثلا شي واضح لا كلشي واضح غير واحد لو بوين سي نبيل وي خلو غير جو في بارطاجي واحد ليكسبيريونس ديال في ايكيب تاعنا ايكيب ناسيونال في المغرب داكو. هي ان انترينور بدل لو بوست ديال ان جوور باش يكون في ليكيب. دونك كان عندنا في واحد المجموعه كان عندنا ان بوين تي فور سي هشام ستيق فهمتني وكان عندنا امين العنقاوي سي ان باسور اللي ما كانش في ديك لا بيريود ان دوزيام باسور في ان نيفو ديال ليكيب. دونك عنده هشام ستيق بوينتي وعنده كنسي اسماعيل دونك الى اوبتي باش يتريني فواحد لا بيريود بسينا عادي كومباسور باش يكون او ميم طو يوتيليز بسينا عادي لانه ان غران بلوكور ان جوور كي بيان و يوتيليز كوم دوزيام انترينور دوزيام باسور. دونك خلفت عليه قبل ما نمشيو فيها بدل لو بوست ديال ان جوور باش يدخل في المنظومه ديالو محتاجه سي برافو. دونك هادو سي دي شوز اللي كيكون بنادم عنده مثلا بسينا مثلا تبارك الله عليه فيزيكمون راه لي تري فور دونك الا عنده واحد لا كاليتي د لا باس مثلا اللي تخول ليه انه يكون دوزيام باسور
راه هو كاين يعني دوزيام باسور، مي سينو نقدر نحتاجو في في بوينتو، نقدر نحتاجو في هذاك لاطاكون اللي قلنا تيكون فور فور مثلا في لاطاك ويعني موان بون في لا ريسيبسيون، راه بسينا يقدر يلعب لك في تروا بوست اللي مثلا تقدر تلقاه وتلقاه في مستوى عالي، ماشي شي واحد اللي مثلا ميديوك ولا شي واحد اللي عادي اللي دونك سي ان جوور اللي ممكن تستعملو في دي بوست ا كونديسيون انه مشى دوزيام باسور، انه تكون عنده لا كاليتي دو لا باس، لانه يقدر مثلا نستغلوه في سواء بلاص امين اللي تبارك الله داز داز ان طريبون باسور، سواء اكثر مثلا ملي كيكون امين مثلا القدام ندخلو، اولا ملي تيكون لو فوالا لو باسور يعني باسور دوفون بوينتي ديريان، انني شونجي وندخل يعني نولي ديما بتروازا تاكون. دونك هادو اختيارات ديال لي كوتش، اهم شيء خصو يكون عارف هو شنو باغي. كما قلنا راه شرحت لكم هو الفيلوزوفي ديالو، ماشي كاع لي زونترينور كيديروا هكا. دونك كما قلنا كاين دي زونترينور اللي كيديو دو ليبيرو، كاين دي زونترينور كيديو تروا ريسيبسيونال تاكون، كل واحد واختيارات ديالو. هذه اختيارات ديال المدرب الفرنسي، علاش انا حبيت نحطها معكم لانه نبارطاجيها معكم، وميم طون سي ان اونترينور اللي ناجح. دونك سي ان اونترينور اللي انا بالنسبه ليا ليكيب دو فرانس راه سي ليكيب كي افي لو بلوس دو بروغري فهاد 8 سنين ولا 7 سنين الاخرى. ما كاينش شي فرقه اخرى بروغريسات بحالهم. داكور سي فري ما داوش يعني داو شامبيون دوروب، داو ما داوش شامبيون دي مون، مي داو شامبيون دوروب ف دو يعني دو وورد ليغ. يعني سي اون ايكيب اللي الا شتي على اونيفو ريزولتا راه سي مع ليكيب سرب، راه هما ليكيب اللي سميتو اللي بروغريساو. داكور بالنسبه لي هو بالنسبه للكونستيتيوشن ديال ليكيب اللي غادخل مثلا لي سي برومي، انتما الا لاحظتوا راه كيدير الباسور في الان داكور قدامه في الدو تيحط ريسيبسيونور اتاكون فور اون ريسيبسيون، هذا هو اللي تيكون غير ريسيبسيون لي كات لي كات يعني كما كنقولوا لي بوست كاملين غير ريسيبسيون. ديما عندك هنا سونترال اللي تيكون فور بلوك اي او سيرفيس، تيكون مجهد في البلوك ومجهد في السيرفيس. دونك عنده داك لو رو اللي كي سيرفيس ماتشي، الا شفتوه هذاك الزعر الرقيوق راه عنده ان تري بون سيرفيس ماتشي اللي تبارك الله عليه ملي كيمشي للسيرفيس راه كيجيب حتى هو دو زايس تروا زايس. عندك لو بوينتو، عندك اللورد في 5 تيكون لو ريسيبسيون اتاكون لي فور اون اتاك داكور، وعندك لو سونترال اللي تيكون فور اون اتاك داكور. هذه بالنسبه له هو باش كيبدا ليكيب، ومن بعد كاين لي شونجمون على حساب لي بلون دو جو ديال لي ماتش داكور. دونك من بعد غنشوفوا لي في السوجي الثاني، غنشوفوا كيفاش كيلعب هو مثلا في كل روتاسيون كيفاش كيلعب داكور. دونك سي تري ريش لانه غتعطيكم واحد التجربه ديال ليكيب دو فرانس كيفاش خدامين مثلا، اولا كيفاش هو كيشوف مثلا اون بي ان شنو كيدير، شنو لي كاليتي ديالو، شنو لي ديفو ديالو، شنو داكور. حنا غندوزو ليه من بعد. دونك نكملوا على لو سوجي ديالنا اللي هو لا كونستركسيون ديال 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 ليكيب. دونك بالنسبه لا جيستيون ديال ليكيب سي رايس، هضرنا على 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 جيستيون اللي هي تكنيك وعلى التيران وهذا. دونك بالنسبه ليك نتايا مثلا ملي كدي هاد ليكيب كلها اون كومبيتيسيون مثلا، ولا كتمشي مثلا اون كومبيتيسيون نتوما، غتعطوني التجربه ديالكم كجوار. واش عندك اون كومبيتيسيون تقريبا ديال 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 10 جور، عندك دي ماتش اللي متابعين، واش كتدسو مع دي زونترينور اللي كيستعملوا اللعابه كلهم، اولا تدسو مع دي زونترينور اللي كي فوالا اللي كي عنده واحد ليكيب تيب اللي كيلعب بها مالغري لي ديفيرونس ديال لي ماتش، مالغري لي يعني ديفيرونس ديال البونجو، واش كيبدلوا ولا ما كيبدلوش، وعلاش كيبدلوا. دونك الا كان ممكن غير بارطاجيو معنا التجربه ديالكم. ما سمعتناكش، عندك مشكل ميكرو نوفل اخويا. اخويا بالنسبه ملي كتمشي مثلا مشيتو للشامبيونات دافريك ولا ان بارطاجي واحد ليكسبيريونس ديال 2013 مع سي حميد عبد الله، وكنا مشينا حتى لاعب محترف، مشينا غير باللعابه ديال البطوله، وقدرنا فهمتيني قدرنا نديروا شي حوايج اللي صراحه اللي كانوا فهمتيني شي حوايج اللي كانوا مزيان بالنسبه ليا. كما قلتي على كاينين دي زونترينور اللي كيلعبوا بفورماسيون وحده فهمتيني، حنا في هذه التجربه هذه كنا لعبنا ب 12 جوار، يعني كتحس بمتيني ما كاينش فرق ما بين لي سيس واللي جالس في البونتوش، يعني كتحس كتفر هكا كتلقى كلشي كيسخن، كلشي باغي يدخل، كلشي باغي يعطي، يعني كان واحد لوكو هو لي زويون فهمتيني صراحه، وقدرنا ننجحوا به فهمتيني. يعني كتقدر تشوف لي حتى انت ملي كتكون في الفورماسيون كتقول خصني ندخل باش نبين باش نبقى في بلاصتي فهمتيني، كيطلع لو نيفو كاين الكونكورونس وكانت واحد ما كانش ديك فهمتي لا ديفيرونس ما كانش كبيره ما بين لي جوور في لي بوست. يعني كانت كما قلتي داكشي ايكيليبر
دونك بالنسبه للفولي راه سي تري غار انك تلقى ان جوور كيستعمل 12 جوور دي ان انترينور باردون كيستعمل 12 جوور ديالو في ان سيت ولا في ان ماتش. كاين دي ماتش لي يعني كاين دي زيكيب لي ما كيستعملش 12 ديالو كلهم، دونك كيستعمل 8 7 ماكسيموم داكور. سي تري غار مي ملي كتكون لا كونكورونس تيكون يعني لو ميم نيفو لي يدخل يعطيه، هادي راه سي اون بون شوز داكور، لان كتخلق دائما داك لا كونكورونس لي كتكون سان و يعني نظيفه وكيكون على ان سول اوبجيكتيف وهو الفوز. دونك انت عندك التجربه ديال كتوك الضروب 12 وهذا، مي كاين تجارب اخرين اللي مثلا كانوا عندك مثلا اللي مشاو 6 ولا 7 هما اللي كيلعبوا، يعني مالغري داك الدوز جوار كتلقى 7 ديال اللعابه داكور. دونك بالنسبه لانه صعيب هذا الموضوع، لانه ملي كتكون في شامبيونا دافريك ولا في شامبيونا دي موند ولا هذا كتمشي باش تربح، دونك ما كتبقاش تفكر انك تدور الفرقه ولا انك مثلا كلشي يلعب ولا انه غادي باش تربح. دونك كاع لي ماتش ديفيسيل، دونك كتولي كتحاول انك تدخل ليكيب لا بلو بيرفورمانت، ما كتقولش مثلا اليوم عندي ما ساهل ندخل هذا لا غدا، فهمتي شنو نقول لك؟ دونك سي با لا ميم شوز. يعني دي زونترينور اللي كيبقاو فهمتيني كيبقى اللعاب بحال كنقولوا ما دايرش وكيبقى صابر عليه فهمتيني. وكاينين ترينور اللي كيشوف بحال هكا اللعاب هاكي كيحس به ما ماشي هو هذا، كيدير ليه شونجمون تاع كيعاود يهضر معاه تيقول ليه راه غترجع في داك لو سيت ولا في داك لو ماتش، كيقول ليه راه غترجع ماشي صافي خرجك صافي راه فهمتيني راك سير راه ما غتعاودش ترجع تلعب يعني بالنسبه ليا سينوفل بالنسبه لي شونجمون حنا تقريبا راه غتفوزالي مكونفيرمي هادشي وسي خلوه حتى هو ممكن دونك هاد القضيه ديال اللي كيبان ليا وهذا. دونك الا ما عندكش واحد لي ستاتستيك باش انك ممكن يعني تتوازع عليهم باش تدخل وتخرج لي جوار باش يعني تكون واحد لو سونس لداك لي شونجمون ديالك وداك الاختيارات ديالك، ديما خصهم يكون عندهم ان سونس، ما يمكنش تجي تختار غير هو سي فري كتختار عندك لو سونس داخليا، ولكن الفو لو كومونيكي مع لي جوار. ما يمكنش مثلا ما تشرحش الدراري علاش ما دخلتيش ولا علاش دخلتي، هذا ضروري خص الشرح وضروري خص دي باسيون يعني ستاتستيك باش مثلا نقول لك نوفل مثلا ما دخلتيش هذا الماتش لانه انا شنو محتاج، ها انت شنو كتلعب، دونك عندي مثلا لوتر جوار اي لي ميو كو توا ولا في هذا لو كومبارتيمون ولا غنقدر نحتاجك. يفو توجور كومونيكي مع لي جوار وتوجور امبليكي لي جوار، يعني كلهم خصهم يدخلوا في هذا لو طرافاي ديال ليكيب. ما يمكنش مثلا تفكر مثلا دي 12 ولكن كتهضر مع 6 ولا 7 وناسي ليا داك الاربعه اخرين ولا خمسه اخرين، هذه ما كايناش. دونك خاصك تفكر في ليكيب كامله، وحتى في لي بون دو مثلا. وانا كنذكر التجربه ديالي في ليكيب ناسيونال ديال 2011 كان عندي واحد الاختلاف دي فوا مع لونترينور، كان تيدير مثلا دي بون دو كيعطيهم ل 6 ولا هذا، تنقول ليه لا انا خصني نعطيهم ل 12 البريميون باسور دوزيام باسور خصهم يعرفوا لي ميم بلون لانه يقدر نحتاجو. ومن بعد راه فكر بانه سي 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 جوست شنو كنقول، ولينا كنعطيو لي بلون جو لكل شيء باش لانه تقدر مثلا هذاك لي رومبلاسون تحتاجو في نقطه ولا في جوج خصو حتى هو يعرف يدخل شنو منين يدخل يعرف شنو يدير، ماشي ما يكونش عنده فكره ولا دونك يفو امبليكي تو لي جوور داكور. بالنسبه ليا انا هذا سي ان بوين تري امبورطون باش ندوزو الاختيارات ديال سته التيتولير لي كريتير باش نختار سته تيتولير. تعطيونا التجارب ديالكم وتقدر تعطيني حتى الفكره ديالك، ماشي ضروري التجربه ديالك، تقول لي انت مثلا انا كنفكر سته خصهم يكونوا هكا وهكا وهكا. دونك ومن بعد ندوزو الفلسفه ديال ليكيب ناسيونال. خلوف مثلا انت اونترينور عندك سته، شنو هما لي كريتير الاولين اللي كتبازا عليهم باش تدخل داك السته؟ دونك بوغ لي كريتير اللي غنتبازا عليهم سي هاد يكون جروب يعني لي سيس اوموجين، يعني كما قلنا في واحد لو بوين ان ملي غادي نجيب دو ريسيبسيونور اتاكون في التيران ما نقدرش نديرهم لي دو سون جوست اتاكون او موان في لا ريسيبسيون. دونك ان كي فور اون ريسيبسيون واحد الي فور اون اتاك باش يكون داك التكامل بيناتهم. كتهضر نتا على ليكيليبر تكنيك. ليكيليبر تكنيك وي ولا تاكتيك ولا وي. وبالنسبه كما قلنا الاختيارات لونترينور باش غادي يختار لي جوور ديالو اللي غيدخلوا للتيران، شاك اونترينور عنده دي بيليي ديال ليكيب سيرتو هنا كما كنقولوا في ليكيب ناسيونال. ليكيب ناسيونال كيكون عارف عنده واحد لي بيليي ديال ليكيب غيعتمد عليهم ديما، بوتيت ادي بليكسبيرونس اللي عاش فيها، بوتيت غيبقى يبدلهم فوسط الماتش، مي كا حيت انه غادي باش يربح سي ليكيب ناسيونال سي كومبيتيسيون. دونك ما غاديش يعطي واحد لا شونس باش يدخل فيها واحد اخر في ان ماتش ليكيب امبورطون. دونك عنده دي بيليي في ليكيب اللي غادي هما كيعتمد عليهم ديما. باغ كونتر لونترينور اللي كيكون في كلوب هذاك عنده لا ماتش وين فين يدخل دوطخ جوغ في دي ماتش، يعني يقدر يدخل ان ماتش
ماشي لي بيلي ديالو حتى واحد فيهم ما كاين ولا غير واحد كاين يلعب بالفيكتيف ديالو. ملي ليكيب ناسيونال كاع لي كيما صالح حتى انا كيكون اونطرينور عنده دي بيلي ديال ليكيب ديما كيعتمد عليهم. داكور دونك انت هضرتي مثلا على الـ على الـ على ليكيليبر اللي تيكون تكنيك وتكتيك كيفما شفنا مثلا حنا شفنا ليكيليبر ديال اونيكيب تهضر معايا على ليكيليبر ديال لي سيس يعني في لو نيفو ريسبسيون نيفو سيرفيس ونيفو روتاسيون يعني هذا يكون بارمي لي كريتير. نعطينا نوت كريتير مثلا وكنلاحظوه في المغرب غتضحكوا عليا شويه ولكن راه سي تري امبورطون هو مثلا لي جوور اللي كيجيو يترينيو مثلا اللي كيكونوا حاضرين في لي سيونس دونطريمون لي كاين دي زونطريمون اللي عندهم هاد الكريتير ديال اللي ما كيجيش يتريني ما يدخلش واخا يكون مزيان واخا يكون يعني عنده هاد ليكيليب هذا ما يدخلش. دونك هادو سي بارمي لي كريتير ديال سميتو سي شكون اللي معنا هنايا سي ايوب عطيني مثلا انت بارمي لي كريتير ديالكم ديال في الفيس مثلا شنو كات لي كريتير باش انكم تدخلوا داك السته الاولين من غير ليكيليبر تكنيك وتكتيك. انا هضرت على لي سيونس دونطريمون خصو يكون حاضر في لونطريمون ويكون مثلا سيريو معنا ويكون عنده لوبجيكتيف ديالنا وهذا. واش كاين دوطخ كريتير يعني لي ممكن ت لي كريتير لي قلتهم كلهم كيكونوا ومن بعد كيكون عاود ثاني حتى لي كريتير هو بارفا كتكون لو جوور كيكون واش كتشوف واش كيكون اون فورم ولا لا هذاك لو جوور دو ماتش بارفا كيكون مثلا هذاك الجوور كيكون مثلا نهار هو مزيان مثلا في لي زونطريمون ايتو لا مثلا كيكون عنده مثلا السيمانه اللي فات لعب مزيان ولكن السيمانه ما تيلعب السيمانه يعني ماشي ستابل كتشوفوا هذاك النهار هذاك الماتش كيبان لك في لي شوف موت يبان لك مثلا باللي راه ماشي اون فورم او لا او لا واحد اخر اون فورم ولا انت تقدر حتى الاخر لحظه تقدر تبدل داكور تقدر تبدل شي حاجه تقدر تونطي او لا تقدر تعطيه حتى هو الفرصه ديالو تشوف يمكن يعاود عاوتاني يدخل وهذا من بعد دونك تقدر تبدل مثلا لي سيتيتيودات تبدلهم في 6 مينوت داتاك مثلا يعني وقتاش غتشوفو انت ماشي اون فورم يعني في 6 مينوت داتاك بدي شوفمو غالبا تقدر تشوفو في 6 مينوت داتاك او لا من بعد تقدر كاع تقدر الا ما حكمتيش عليه مزيان وما عرفتش مزيان تقدر تدخلو كتبان لك في هذاك لي وي بوين الاولين كيبان لك شنو داكور دونك ضروري نورمالمون خص لا كومونيكاسيون قبل من لي ماتش دونك ضروري لونترينور قبل ما يبدا اي ماتش انه يدور على لي جوار ديالو يكومونيكي معاهم باش يعرف واش كاين شي حاجه اللي يعني اللي كتعطيه مثلا لي زانديس انهم سوا ماشي اون فورم ولا سوا مثلا ماشي اوكي مثلا ما يقدرش يكون يعني 100% هذا. دونك هضرنا على لي زونطريمون ديال اي سورتو شي لي شي لي فام شي لي دام فوالا تو سي تيكونوا بزاف ديال العوامل وهكا دونك تقدر حتى الاخر لحظه ولا لو جور دو ماتش وكيكون انسان ما ماشي اون فورم سي 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 دونك هو بالنسبه للبنات والرجال راه كاينين غروس ديفيرونس ان شاء الله غيكون عندنا اننا نهضروا فيهم باش نديروا فيهم يعني لا ديفيرونس لانه انا انترينور ديال البنات خاصو يكون عنده دي كلي اللي مختصين يعني خاصين بالبنات لانه ما يمكنش يكون كيدرب الدراري وعنده تجربه مع الدراري ويجي مثلا يدرب البنات ولا بلا ما يكونش عنده مثلا واحد النقاط مهمه في البنات لا او نيفو سيكولوجيك لا او نيفو فيزيك لا او نيفو تكنيك لانه سي ان اوتر فولي بالنسبه لي انا لا تكنيك راه سي لا ميم مي تيبقى فيه واحد لا ديفيرونس كبيره. دونك هذا نقطه غنشوفوها من بعد. دونك هضرنا مثلا على ليكيليبر ديال ليكيب هضرنا على شكون اللي كيتريني شكون اللي ما كيترينيش مثلا لانه يعني بالنسبه ليا انايا واخا اوكي كنهضروا على النيفو ماروكان لانه النيفو الهو نيفو ما كاينش هذه النقطه ديال ما ترينيش تريني كتكون سي طون ترافاي فوالا سي طون ترافاي ما يمكنش ما تجيش الخدمه وتا ما جيتيش كيكون عندك واحد السبب مي مره واحده ماشي بحال اللي كنشوفوا حنا في المغرب كتلقاه ما كيجيش مثلا 3 جوغ سور 4 ولا هذا وكتلقاه مثلا يجو لو ماتش. دونك ما واخدينش حنا المغرب ك اكزامبل او لا ك يعني كنحاولوا نهضروا اون جينيرال. النقطه الثالثه اللي قلنا وهي مثلا او نيفو ديال الماتش مثلا كيبان لك مثلا لو جوور مثلا انه ماشي اوكي ولا هو ماشي اون فورم هذا ممكن دير داك لو تكومينيكي معاه بانه سواء غتعطيه واحد الوقت انه يخرج يرتاح شويه ولا تهضر معاه وتدخل بلاصه واحد يعني ضروري تكون هاد لا كومينيكاسيون. كاين شي كريتير اخر نوفل لينا عندك باش كتدخل السته ديالك الاولين؟ انا بالنسبه لي انا بال السته ديالك زعما كتختارهم في لونطريمون كتختارهمش في حتى الماتش ولا حتى لي شوفمون يعني انا اللي واحد فهمتي فواحد النقطه اللي شويه اللي كنشوفها انا بزاف هنايا عندنا هي في لونطريمون ما كت
بحال قلتي كتفرق في لونطريمو كدير السته كتفعل كتقول لهم السته الاولى مع الاخرين فهمتيني في لونطريمو يعني الجوار كيجي للماتش عارف راسو ما غيلعبش عارف راسو ما غيدخلش ديما فهمتيني دي موتيفي ما مسوقش فهمتيني عطيهم واحد بحال دابا في لونطريمو كون كنتي كتلعبهم وكت فهمتي كل كدير لهم كترون بلاصيهم هذا في لونطريمون لي سيس هذا يجي لهنا الاخر يمشي لهنا هذا يلعب مع هذا الباسور الاخر يلعب مع هذا البوينتي هذا لو سونترال الاخر يلعب مع اللاتيرال فهمتيني كتحس به كتخلي كل شيء ما كاينش سته ما عندناش حنا سته فهمتيني ما خص هذه القضيه اللي كتبان لي انا كمدرب ما هذه القضيه هذه هي فهمتيني هي نوفل عندك الصح في هذه النقطه لانه في التدريب نورمالمون التدريب اللي كيكونوا جينيرال اللي كتكون الفريق ما خصش يكون هذه الفريقه ديال سته وسته خاص كل شيء يدوز وكل شيء مثلا تكون ديما ايكيليبري داكور مي واحد ساعه كاين اللي غيجاوبك يقول لك سينوفل انا محتاج مثلا هذيك ليكيب تيب اللي غتدخل خاصني لي زوتوماتيزم خاصهم يلعبوا مع بعضياتهم خاصهم يولفوا بعضياتهم دونك هذا هو ليكيليبر ديال لونترينور فين خصو يكون يعني حضي مثلا انه او ميم طون يخدم لي زوتوماتيزم ديالو ويخدم ليكيب تيب ديالو او ميم طون ما يضرش هذوك لي تيتولير يعني يعطيهم نفس الكاليتي دو طرافاي وانهم يامبليكيهم حتى هما حتى لا فان يعني لانه ما يمكنش ما كاينش ايكيب فلوني هو كتبقى بسته اللعابه راه كلشي كيدور يعني راه ما يمكنش تبقى سيرتو مع العام طويل راه ما يمكنش تبقى مع السته دونك الفوا امبليكي طول المون ديما ولكن خاصك واحد الوقيتات انك تخدم مثلا مع السته ولا داك لا فورماسيون باش لان كاين دي زوتوماتيزم اللي ضروري خصهم يتخدموا انا كنهضر لك نبيل على ديما فهمتيني ديما متفق معك والفرقه غتكون في لون طريمو ديما كاينين سته مع الاخرين فهمتيني يعني ديما انا ملي كما قلت لك انايا زعما متفق معك غتحتاج الفرقه ديالك راه اي واحد غتحتاجو تقدر تحتاجو في اي وقت في اي لقطه تقدر خصك فهمتيني غيكون واجد داكور متفق معك دونك جو بارطاج افيك فو لو دوكيمون ديال لي سي سي تيتولير ديال ليكيب دو فرانس وكيفاش كيختار مثلا يعني لي بي 1 والبي 2 والبي 3 حتى البي 6 لي كاليتي ديالو وحتى لي ديفيكولتي ديالو داكور غتعطينا واحد التجربه وغتعطينا واحد الفيزيون باش حنا ملي نكونو كنكونو فريق ديالنا اننا ن, 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 ن يعني on prend ça en considération. Donc voilà, on a le P1 de France. Donc il a la tour. On a P1 position plus délicate à tourner. Donc بالنسبة لي هو كيقول لك البي 1 هي الاصعب rotation باش تدور. لانه كيجي مثلا الباسور جاي من اللور وريسبسيون اتاكون خارج والبوينت عندك في الكاس فهمتيني دونك هذا هو كيقول لك البي 1 هي الاصعب rotation باش تدور لانه كيجي مثلا الباسور جاي من اللور وريسبسيون اتاكون خارج والبوينت عندك في الكاس دونك تكون صعيبه مثلا باش انك تخرج منها دونك سي بور سا كو كاين لا بليبار ديال لي زونترينور كيبداو فيها باش ما فهمتيني باش ما سوا يبداو فيها سوا تيقول لك باش ما نساليش انا السات مثلا فيها دونك خاصني نحاول نفكر باش انني ما نساليش فيها لانه الا سالي فيها وكانت عنده دي ديفيكولتي ممكن انه يضيع دي بوين دونك تيقول لك علاش هو بالنسبه له سي اون روتاسيون لي ديفيسيل لانه ا كوز لا ريسبسيون داكور تيكون ريسبسيون راتاكون في الجوج يعني باش اونشيني باش يمشي يضرب الجوج والبوينتي تيكون لا بليبار دي طون راه ماشي ايفيكاس في الكارت داكور دونك هادي علاش هو كيبان ليه منه سي ديفيسيل ريسبسيون اتاكون بو ايفيكاس اون دو ا كوز دو لونشينمون دونك كيما قال هو كيما قلت انا بالنسبه لونشينمون ديال لو ريسبسيون اللي في دو راه صعيب شويه لانه غي اونشيني يدخل التيران ومن بعد يمشي لدو دونك سي بور لوي سي تري ديفيسيل دونك سي اون روتاسيون اللي عنده ديفيسيل لي سوليسيون دونك كيدير ميور ريسبسيونور اون جو سامبل اكسيليري او زيل افيك سنترال افون بايب يعني كيدير واحد لو جو سامبل فهاد لا روتاسيون يعني ما كيحاولش يكومبليكي كيدير ان جو سامبل يعني ملي كنجيبو الكره كنلعبو كورت او لا بايب ما كاين لا ديكالي ما كاين لا بايب لور ما كاين حتى شي حاجه وكيلعب رابيد في لي زين دونك باش يخرج من هاد لا روتاسيون فاريونت يعني ريسبسيون اتاكون روفيان فيغ لو سونتر دونك يقدر يدخلو مثلا شويه للتيرا ديفيكولتي باش ديفيكولتي يعني كون سيرفيس دون سيت زون كار le rythme d'attaque زعما لو ريتم داتاك اللي كاس هاد لا زون هنا اللي شفنا مثلا الصفراء اصعب حاجه هو ملي كيسيرفيو عليك لي زيكيب هنايا دونك انت مثلا كونترينور ملي كطلع دير سيرفيس ماتشي كتحاول تفيزي هاد لا بوزيسيون لانه كان عنده ريسبسيون اتاكون سوا تيحيدوه مثلا بان سيرفيس كور تي تي تي, تي كما كنقولوا لي سوبريم يعني كيخرج هذاك لو جوور كي اما كيدخل التيران وكيكون صعيب عنده لونشينمون يا اما كيطيح يا اما دونك كنوليو مركزين على السنترال باي بول كات داكور Donc éviter de partir P1 ou P2, donc vous qui évitez, vous qui vous P1 ou P2, donc la plupart du temps, vous qui vous P1 ou P2. Et nous, tu goules maintenant, vous dites le P1, vous donnez l'équipe adverse maintenant 3-4 points, ça va aller en rejet. Donc 3-0 ou 4-0, ça va aller au niveau en rejet. Donc il évite le P1 ou P2.
beaucoup d'équipes partent en P6 ou 5. Yani بالنسبه له هو راه كاين لا بلو بار ديال لي زيكيب كيبداو في P6 ولا في P5. داكور؟ دونك هادي البي 1. شي نقطه الا كان عندكم ضروري كل روتاسيون ولا عندكم شي شرح بغيتو نشرح شي حاجه ولا يعني نقول شي حاجه مرحبا. وي خويا الريس نبيل غير بالنسبه للريسبسيونور اون بوست دو واش هو لو ميور ريسبسيونور اللي عنده ياك ولكن هو واش نكابيت هو الميور ريسبسيونور عنده لا عنده الاخر اللي نال هو الميور ريسبسيونور كابيت تما لا نكابيت هو السنت حنا قلنا قبيله في لا كونستيتيسيون ديال ليكيب لو ميور ريسبسيونور تيكون في الدو تيكون ولكن راه بعض المرات تيجي تيلعب في الدو هو على حساب يعني هذا راه كيكون ان شونجمون ديال لا تكتيك تيدورهم على حساب مثلا راه يقدر مثلا هو 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 في الكونستيتيسيون ديال ليكيب كيفاش هو كيشوف ليكيب هو راه هاد لي نال هو عنده سي لو ميور ريسبسيونور احسن من غابيت ولكن راه بعد لي ما سوا ما تيكونش اون فورم سوا تيشوف غابيت مثلا طالع عليه الستاتستيك راه مزيان دونك على حساب عاوتاني لي ماتش لي البلوك وهذا دونك يقدر يشونجيهم مي هو هادشي باش كيبدا ولا هو هادشي كيفاش كيكون فرقته يعني الكونستيتيسيون ديال ليكيب ديالو من بعد لي شو تاكتيك راه كما كنعرفوا كاملين راه ممكن تشونجي حتى حاجه ما فيه جي راه ما يمكنش مثلا خاسر ان ماتش ونخليهم هكا راه ضروري انه يشونجي ولا ولكن هو كيفاش كيبدا وعلاش كيبدا دونك كيشرح لينا مثلا كيفاش دونك هو بالنسبه له وحنا راه هضرنا عليها منين هضرنا على ريسبسيون الا تذكروا قلنا هذا دابا في الهونيفو ان شاء الله يعني في الفيوتشر ان شاء الله دابا باش كيطراو الفيوتشر غنوليو ريسبسيونير اكات دونك اكات بالنسبه لل البي 1 بي 4 او بي 5 داكور دونك هادو سي بي 1 بي 5 و بي 4 هادو لي 3 روتاسيون غنوليو ريسبسيونير بربعه داكور دونك وهو راه كاتبه هنا الا لاحظتوا هنا فيتور ركول دو بوينتيون 5 يرجع البوينتيون 5 باش ريسبسيونير داكور دونك غيرجعوا اللور شويه باش ريسبسيونير غنوليو ديما ريسبسيونير 4 دونك هذا لو فيتور لانه لي سيرفيس غيوليو غادي نو كيتقواو دونك هاد لي 3 روتاسيون نورمالمون ما غنبقاش توصل لي زيكيب ما يبقاش عندهم ان شوا غيولي عندك محتم انك تريسبسيوني 4 لانه سي تري ديفيسيل وكاين ان اونترينور ديرنييرمون هضرتي على لي سونترو انهم ياخذوا داك فاصون سا اكزيست هذوك لي بالكور وهذا ولكن ماشي على الكور ديالو انه يتحرك في لا زون باش يهني دوك لي لور على سيرفيس كور ولا دونك لانه ديما كما قالوا انا السيرفيس غادي وتتقوى والسيرفيس غادي وكياخذ داك يعني كيربح داك لا غير بينه وبين لا ريسبسيون داكور دونك ندوزو اخويا اسمح لي غير واحد النقطه الله يجازيك بخير اخويا وندور ندير هذا الشيء هذا صافا زعما سي زعما غريبه لانه ان اونترينور ال ديفوال سا تاكتيك وكيفاش تيخدم غريب لا ماشي غريب شوف الناس صافي فين لا زعما شوف الناس فين وصلوا انا نعطيك دوكيمونت يحط لي بارطاج وحنا لي بارطاج واش حنا واحد ما تي ودي ليه الله صافي شوف اصاحبي دابا الاونيفو عطاك هذا الشيء كله قال لك كيفاش تلعب لي ديفيكولتي اش تنديرها شنو غريبه صاحبي هادشي غنقول لك علاش غنقول لك علاش والله الا برافو عليهم بالله غنقول لك علاش لانه وحتى غنشوفوا حتى في لي ستاتستيك ان شاء الله ملي غنهضروا على ستاتستيك اون بارطاج يعني ملي كيكون عندك لي كود مثلا ديال لي كود ديال الماتشات وهذا ما كتخبي عليا والو راه ماشي هذا هو لو بلوز امبورطون راه الا جينا نشوفوا على راه نشوفوا شنو اللي كيدير لا ديفيرونس في لا بيرفورمانس راه ماشي هو تعرفني مزيان ولا نعرفك مزيان سي فري كاين ابليكي ولكن كيفاش تابليكي وكيفاش تجيري داك ليكيب اللي قلت لنا داك النهار الا تذكرتي راه ديما تنقولها انا كنذكر اول فورماسيون غنديرو فرونس كنا تقريبا شي 50 واحد ولا وواحد الجمله اللي غتجاوبك على السؤال ديالك انا كان داك الساعه مارك فرانكاستيل اللي هو انترينور ديال ليكيب ناسيونال ابريم وستاتيسيان قال لنا نتوما تقريبا 50 غنعطيكم نفس لي دوكيمون نفس الافكار مي ماشي كلكم غتخرجوا دي بون زونترينور صحيح. يعني نقدر نبارطاجي معاك ولكن راه الاستغلال ديالهم هو المهم الاستغلال ديال هاد لي دوكيمون الاستغلال ديال كيفاش انت ليكيب ديالك واش اون فورم واش انت كتعرف انك مثلا سميتو يعني كما كنقولوا تستعمل هاد لي زانفورماسيون باش انك تربحني داكور دونك هادو سي دي بوين لي اوغوزمون يعني كان عندنا مثلا لا شونس اننا حضرنا معاه وكانت واحد لا فورماسيون لي فيرمي يعني تقريبا وعطانا يعني داكشي كله ديالو كاين دوطخ دوكيمون ان شاء الله جي بارطاجي معكم هذا مي على الاقل هاد لي بوين راه يعطينا مثلا استراتيجي ديالهم وحتى حنا كديزونترينور نعرفوا مثلا كيفاش نكونوا فرقينا
يقدر يكون اختلاف، ولكن هنا كنهضروا عليهم هما كيفاش كيفاش كيخدموا. دونك البي 6 عنده، البي 6 هنا عنده الا لاحظتوا تيقول لك بوزيسيون ايكيليبري اون ريسيبسيون. دونك هذه لا بوزيسيون بالنسبه له راه ايكيليبري اون 6، تكون هو كيكون ايكيليبري سوف سور لي لي سيرفيس سماتشي ولا فلوطون لو لون دو لا لين. دونك اللي تيكونوا طوال على لا لين كار بوكو دو جوور سور لو ميم اسباس سنترال ريسيبسيون اتاكون بوينتي. دونك هادو هاد لي زون كامله هي اصعب نقطه ديال السيرفيس. دونك بغيت بوكو جو بارطاج هكا حتى لي زونترينور مثلا اللي كتكونوا لاعبين ضد دي زيكيب، حاولوا تشوفوا لي زون لي ديفيسيل ا ريسيبسيوني باش انك تحط فيهم السيرفيس باش انك تخلق مثلا داك لا ديفيكولتي ديال لونشينمون في لاتاك. وهذا داك هو بالنسبه له لا ديفيكولتي ديالو رونفورسمون ديالو في كي داير في ريسيبسيون هي في هذه البلاصه. علاش؟ لانه كاين فيها البوينتو، كاين فيها السونترال، وكاين فيها ريسيبسيون لاتاكون. دونك ثلاثه مجموعين. دونك ان سيرفيس هنا كور ولا سيرفيس في هذه لا زون يقدر يحيد ليه واحد، سواء لا بايب يحيد ليه لا كورت داكور، سواء يوقف ليه البوينتو فيكس كونتر. هو تيدير مثلا فيكس كورت افون اي ديكالي او كورت اريير، با دو طوندو ما كيخدمش هو طوندو فهاد لا 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 روتاسيون. وهاد النقطه الا لاحظتيها سي رايس واجابه على 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 عليك انت مثلا، هادو سي سي الموديل دو جو، يعني هما شنو كيخدموا. دونك الموديل جو هو كيفاش انا كنخدم اولا كيفاش الستيل دو جو ديال ليكيب ديالي. من بعد كاين لو بلون دو جو اللي يقدر هادشي كله يتبدل، لانه ليكيب ادفيرس كتعطيك واحد واحد المشاكل اللي ضروري خصك تتادابتي معاهم لو جو ديالك وتبدلهم. مي هذا سي لو فون دو جو ديالو، يعني لو موديل ديالو كيفاش هو تيخدم. بي 6 ما كيديرش مثلا طوندو داكور، يا اما كيلعب اريير يا اما كيلعب افون ديكالي داكور، كيلعب اكسيليري وزيل داكور، ما كيخدمش بزاف لا بايب، حتى ما كيديرش لا بايب بزاف. دونك هذه النقاط اللي هي مهمه بالنسبه للبلوك الادفيرس يعرفوا مثلا في هذا البي 6 راه ما كيديرش بزاف ديال البايب. يعني كيكون بوينتو افيكاس في الدو ولا ريسيبسيون اتاكون في الكارت. دونك هادو النقاط المهمه ديال بي 6. هنا الا قال مثلا يغيغل لو ماتش اب ديالو، دونك بالنسبه للروتاسيون ديالو راه الا غيغل مي روتاسيون سور سيرفيس فور، كيحاول انه يبدل مثلا بارابور لي سيرفيس ديالو بارابور سوا سيرفيس ماتش اون فاس ولا فلوطون، مي ميور سيرفور سور لو ريسيبسيون لا بلو فيب. دونك هذا بالنسبه غير هو كيقول لك مثلا في الماتش اب ديالو كيحاول انه يحط لي ميور سيرفور على لا بلو فيبل روتاسيون ديال لا ريسيبسيون. اون فيزون اتونسيون ا مون سيرفور فور ايبول دووات سورا او سيرفيس كون لو ريسيبسيونور فيبل اي اون 4 اي 5 اي مون سيرفور فور ايبول غوش كون لو ريسيبسيونور فيبل اي اون 1. دونك كيحاول مثلا يحط مثلا يبوزيسيوني لي سيرفور بارابور لي بوزيسيون ديال لي ريسيبسيون، دونك سوا غوش سوا دووات بارابور سوا ريسيبسيونور فيبل كاين في 4 كاين في 5 ولا في 6 اولا كيكون في 1. دونك هذا بالنسبه لا روتاسيون ديالو. ندوزو مثلا للبي 5. بالنسبه للبي 5 الى لاحظتوا هنايا تيقول لك نورمالمون بوزيسيون لا بلوز افيكاس ان سايد اوت، هو بالنسبه له هاد لا بوزيسيون ديالو هي لا بلوز افيكاس في سايد اوت، هو ملي تيكون عنده الباسور اون 5 ميور ريسيبسيون افيك ليبيرون 1 سول بروبليم سور سيرفيس فلوتون ولا سيرفيس ماتشي فلوتون انت لي دو ريسيبسيون اتاكون. يعني بالنسبه له لو سول بروبليم عنده في هاد النقطه هو ملي كيسيرفيو في داك لا زون دو كونفلي انت لي نيل ونغابيت، يعني ملي كيسيرفيو عليهم بجوج هذاك هو لو سول بروبليم اللي كيتخلق ليه. دونك كتلقى راه كيخدموهم في لي زونطريمون باش ما يخلقش ليه مشكل. اتاكي كيليبري انت فيكسي لي زيل، دونك ايكيليبري لي سونترو مع لي زيل، دونك يلعب كاع لي سميتو كاع لي يعني اكسيليري في لي زيل. طون دو كورت افون او افون تيت، با دو كورت افون ديكالي، ما كيلعبش ديكالي هنايا. دونك في البي 5 ما كيلعبش ديكالي لانه الباستور جاي من 5، دونك لو طون باش يدور وجهه باش يلعب ديكالي ما كيلعبش ديكالي. وهذه نقطه يعني بالنسبه لي انا لا 5 راه ديكالي سهله لانه السونترال راه ديجا تما، دونك يقدر يلعب ديكالي سهله، مي هو ايفيت انه يلعب ديكالي داكور. كيلكو بايب سي لو ريسيبسيونور اتاكون اغيير نو كوفر با ترو دو تيران ريسيبسيون، دونك بالنسبه له هو هاد لينيل هذا اللي في 6 الا ما كوفراش بزاف لا ريسيبسيون ولا ما خداش لا ريسيبسيون كيلعب لا بايب، سينو ما كيلعبوش لا بايب لانه كيعطيه لامبورطونس لا ريسيبسيون داكور باش يخلي نغابيت مثلا ليبر في الكات داكور. كلكو فوا نغابيت روفيان فيغ لو سونتر، دونك بالنسبه له نغابيت روفيان فيغ لو سونتر يعني اما في لاتاك الى لاحظتوا هنا لي دو فلاش داكور راه كيقدر مثلا يمشي الكات ويقدر مثلا يلعب داك الكات الى عرفتوا داك الكات اللي كتكون داخله في التيران داكور. اون جينيرال جو شيرش افوار اون ماتش اب سيت روتاسيون اون سيرفيس اون سايد اوت سور لو ميور سيرفور ادفيرس، دونك هو بالنسبه له في الماتش اب ملي كيشوف ليكيب ادفيرس كيحاول انه يحط هاد لا بوزيسيون اون فاس مع لو ميور سيرفور ديال ليكيب ادفيرس.
داكور لانه بالنسبه له هذه لا روتاسيون هو اللي تيكون فيها اليز و ايكيليبري دونك كيحاول انه ملي كيكون كيصاوب لا فورماسيون ديالو انه يحطها مع الميور ميور ريسبسيونال داكور دونك هذه بي 5 ندوزو بقات لنا 4 ديال لي روتاسيون دونك بي 4 بي 4 يعني سنسيبلمون لا ميم روتاسيون كو بي 5 ميم افونتاج اي كونفينيون دونك ميم افونتاج بالنسبه له لانكونفينيون ديال بي 5 اللي هنا اللي هضرنا عليه باسور افون بور بروميير مان دونك الباسور افون باش يدير لا فانت sauf pour la France avec notre passeur donc sauf بالنسبه له هو كما تيقول يعني بالنسبه ليا انا ما كيديرش دوزيام مان كثيره لانه عنده داك طونيتي ولا سميتو كي قصير ما كي يعني ما عندوش سي با اون ارم يعني ماشي شي واحد طويل اللي يطلب منه ديما لا فان دونك اتاكو 3 متر اون جينيرال افيكاس دونك لي 3 متر كيلعب بزاف 3 متر دونك الا لاحظتوا هنايا راه اما قريبه يا اما ديكالي داكور دونك ندوزو للبي 3 إذا عندكم شي سؤال ولا هذا نيزيتي با دونك بي 3 دو سوفون بوزيسيوني لو سنترال او سنتر اي نون با بارتير دو 2 دونك الا لاحظتوا هنايا حنا كنا ديما لي سنترو كنجيبوهم هنا في الجنب ملي كيكون الباسور اون 3 كيجي هنا في الجنب وكيجي هنا دوفون ولا كيجي باريير داكور هو تيقول لك انا كنحاول انه هاد لو غو عنده هاد لو غو الجوار هذاك لو طويل اللي كيدير سيرفيس ماشي كيدخلوا للتيران داكور يدخلوا للتيران والباسور حتى هو تيكحاز باش انه يكون عنده اون فاسيليتي يخلي هاد لا زون فارغه في لا ريسبسيون ما ديرونجيش وكتكون عنده فاسيليتي انه يجي لواحد الوسطي فيكسي ومن بعد يمشي سواء اريير سواء كورت سواء شويه ديكالي داكور دونك بروبليم دو ريسبسيون دون لو دو دونك بالنسبه له البروبليم تيكون عنده هو تيكون مورا الظهر ديال الباسور اذا لاحظتوا هنايا راه الى اون جون داكور fixe possible court avant arrière et avant décalé pas de tendu donc voilà qui m'a cliqué comme yani qui j'ai le wast alors un deux trois trois types de fixe qui حاول يدير choix de l'annonce fixe en fonction de serveur si service fort demandé plus avant décalé ou tendu donc à l'حساب les serveurs qui ياخذوا هما les يعني la décision باش يلعبوا الكورت يعني ما كيديرش مثلا الا كان سيرفيس فور راه كيحدد مثلا سوا ديكالي سوا كورت مثلا ما يمشيش لور اولا الا كان سيرفيس ساهل كيدير لي 3 يعني سا ديبون على لي سيرفيس ادفيرس داكور لو شاك روتاسيون لو باسور دو كونيتر لوندروي او يغا سا باس سور ار موان اي ار 0 لوندروي او يغا سا باس سور ار بلس بلس اي ار بلس هنا تيقول لك مثلا في هاد لا روتاسيون لي باسور ديالو ديجا عنده لو شيما تاكتيك ديالو يعني ما كي عنده لي كات تيب ديال لا ريسبسيون تيعرف كل واحد اش غيدير فيها داكور ماشي كيخلق تال داك لو ديجا متريني هو مثلا عارف هاد لا سيتوياسيون ملي كتجيني بيرفكت فين غنلعب ملي كتجيني بلس فين غنلعب ملي كتجيني موان فين غنلعب ملي كتجيني مثلا زيرو ولا اكسكلاماسيون ولا هذا فين غنلعب دونك عنده ديجا ان بروجي ديال شيما اوفنسيف ديالو دونك هذا سي ان دوكيمون كو جو في بارطاجي معكم داكور دونك غيكون فيه شرح بلس وهذا ندوزو لا ديرنيغ روتاسيون اللي هي روتاسيون ديفيسيل اتوري كيف ما قلنا في الاول كتكون على بحال بي 1 بي 2 راهم ديفيسيل اتوري داكور بروبليم ديفيكاسيتي دو بوينتو لونغ كورس سوفون لي باسور نو جو با لي 3 متر دونك بالنسبه له هويا هذيك لا كورس اللي كيجي مثلا لو بوينتو من لور باش يضرب في الان صعيبه شويه دونك لا بلوبار بالنسبه له لا بلوبار ما كيلعبوش في البوينتو داكور كاين انا وجاي من الخمسه جاي كيجري التيران كله باش اتاكي في الان دونك سي ديفيسيل دونك بالنسبه له فهاد لا روتاسيون عنده ريسبسيون اتاكون لو بلو فيبل على اتاك دونك عنده لو ريسبسيون اتاكون اللي تيكون ميور في الاتاك ماشي ميور في لا ريسبسيون ماشي في الاتاك دونك هاد لا روتاسيون عنده ديفيسيل مي اون ا ان اكس سنترال فور افيك ان سنترال بلو فور على اتاك اي بلوس دون لو طون اسوسي افيك باي فور دو نغابي دونك بالنسبه له هاد النقطه هو عنده اون ديفيكولتي بالنسبه للبوينتو اللي كيجي من 5 قلنا بالنسبه له لو ريسبسيون اتاكون اللي في الكات عنده ضعيف في لاتاك لانه عنده طوندونس ريسبسيون لاتاك ولكن البوان فور ديالو في هذه النقطه وهو عنده ان سنترال اللي كيكون اورينتي كثير لاتاك مع غابيت في لا بايب دونك كيحاول يستعملهم لو بلوس بوسيبل لانه هذا هو البوان فور ديالو فيكس انونسي كورت افون او طوندو يعني كي دوموندي دو تيب دو فيكس سوا كورت افون سوا طوندو داكور دونك هذا بالنسبه لي 6 ولا لي 6 لي 6 يعني 6 جوار اللي كيلعب بهم ليكيب دو فرانس Donc, comme je l'ai dit, ça peut changer par rapport aux plans de jeu, par rapport aux difficultés des équipes, par rapport à beaucoup de choses. Mais comme je l'ai dit, c'est un modèle de jeu qui est déjà là, qui est déjà là, on va dire qu'il y a le changement. Donc, il y a un petit sujet. Si vous avez des questions.
ثلاثه قول فريمون شي سي تري انتريسون بصراحه ديال واحد الانسان يستافد منه والله الا برافو برافو سي نامي برافو ميرسي الله يحفظك سي سي رايس دونك شكرا خويا نبيل هادشي واضح مزيان و واش وصلت استفدنا فيه مزيان وصلت الفكره ولا لانه حاولت نديطاي شويه لي 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 سيستم ديالو هو هاد الخدمه وهذا دونك لو بلوز امبورطون هو نشوفوا مثلا الناس في الهو نيفو كيفاش كيخدموا او ميم طون ان تعطينا افكار اننا ننظموا حتى حنا ملي كنكونوا كننظموا ليكيب ديالنا وهذا نحاولوا ننظموا يعني بعض الاشياء اللي مهمه دونك هاد لو دوكيمون غنحاول مثلا سميتو نبارطاجيه ولكن ماشي دابا لانه سينا بالهير وي خويا غير فداك انا وياك يا والله الا الاخوان فاش بقى ياخذوا هذا الشيء راه ما بقاوش يديروا ديك كوبي كولي راه هو اللي تيديروا كاع الناس هذا سي ان دوكيمون لي ان اكزامبل واحد يتانسبيرا منه اون فونكسيون ديليكيب ديالو اون فونكسيون ديال لي جوار ديالو اون فونكسيون واش لي كاباسيتي ديال لي جوار شي يقدروا يديروا هذا الشيء كامل مي سي فريمون فريمون تري انتريسون واحد يتانسبيرا منه سي سي ما ينقلوش كامل كما هو يعاود يحطو لنا انا داكشي علاش بغيت نقول لك ما نحطوش دابا بغيت نحطو منين غنبدا نخدموا لي بلون ديو لانه عندي ان بلون ديو ديال ليكيب ايطاليان حتى هو اللي عندهم حتى هو كيفاش الفلسفه ديالهم كيفاش كيخدموا وبغيت مثلا نعطي هاد لي زيكزامبل باش ماشي باش المدرب يهزو ويحطو لانك ما عندكش لي جوار ايطاليان ما عندكش لي جوار فرونسي مي على الاقل تكون واحد الانسبيراسيون تانسبيرا من شنو الناس كيديروا وعلاش كيحط هاد البلون ديو باش حتى انت تولي عندك واحد الافكار باش تحط ان بلون ديو ولا ان موديل ديو اللي ادابتي ليكيب ديالك لانه كما كنقولوا راه ماشي راه بحال ليكزيرسيس كنهضروا ديما كنقول لك ليكزيرسيس ما خصكش تنقلو خصك تصاوبو خصك تقادو لا ميم شوز اي حاجه في الفولي خصها تكون يعني ادابتي داك ليكيب اللي عندك ولا راه لي زانفورماسيون راه كاينين ولكن راه لو بلو ديفيسيل ولا لو بلو امبورطون راه هو انت داك لي زانفورماسيون ديالك شنو كيفاش كتستعملهم راه هذا هو اللي شرحت قبيله السي الاستاذ اللي كان معنا بالنسبه للجروب ديالي ما بغيتش ندير ان جروب اللي نبدا نعطي لي زانفورماسيون لانه كليك في جوجل دير اي حاجه تعطيك يعطيك كل شيء ولكن باغي ندير واحد الحاجه اللي مثلا نوصل تجارب ونوصل دي شوز اللي ما غنلقاوهمش دي دوكيمون ما غنلقاوهمش يعني في جوجل ما غنلقاوهمش في يوتيوب هذا هو لا ديفيرونس اللي حاب مثلا ندير في هذا الجروب باش ان فريمون الناس يستافدوا من التجارب اون بلوس على داك الكومبليمون اللي كاين عند الاخوان اللي كيديروا فيه لي كونفرنس مثلا على دي سوجي اللي تري امبورطون حتى هما دونك كما قلتي سي رايس متفق معك هو ان الواحد يادابتي سون طرافاي ويادابتي يعني لي زانفورماسيون اللي تياخذ دونك الى عندكم شي اسئله بسرعه قبل ما ننهيو لا سيسيون مي نجاوبكم عليها دونك الى ما شي حاجه ما واضحاش ولا شي حاجه اللي بالنسبه للاخوان اللي معنا دونك الى كلشي واضح نوفل كلشي واضح كلشي مزيان كلشي بخير مزيان نوفل نوفل ناقل نوفل ناقل نوفل راه كيدير معايا كيدير معايا المراجعه le lien de conférence dans un groupe WhatsApp merci s'il vous plaît je veux le nom de votre page le nom de votre page ou volleyball passion et formation d'accord donc هذا هو le groupe inchallah حاولوا بالنسبه لي بروف دو بي اس والناس اللي هذه يبارطاجيو لانه كاين دي كونتينو لي بازيك على لا ريسبسيون على اش تقدروا تخدموا مع الدراري مثلا حتى في الصغار شفتوا الدوكيمون البارح حطيت راه سي ديتايي وهذا دونك غنلقاو يعني كما كنقولوا من كل فن طرف ومحاول انا نمشي معكم بروغريسيف ان شاء الله غنوصلوا لي ستاتستيك غنوصلوا لي بلان ديو غنوصلوا كومون كونستروير اون بلانيفيكاسيون انويال كومون يعني كاين كلشي ان شاء الله مي غنمشيو بروغريسيف باش حتى لا فورماسيون تكون يعني بازي من 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 السامبل حتى الكومبلكس دونك كنشكركم كثير على الحضور ديالكم كنتمنى بان هذه الحصه كانت استفاده مع الغوزمون كنا كنتهضروا دي زونترينور باش يعطيونا التجارب ديالهم مثلا في لي زيكيب مي الحمد لله يعني درنا تجربه اللي تري انتريسونط اللي هي ليكيب ناسيونال دو فرانس اللي يعني ماشي موديل مي ناخذوها يعني كتجربه اللي ناجحه وممكن تانسبيرو منها دونك كنشكركم ان شاء الله وكنتمنى نشوفكم في 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 في, في لو تيم جي ان شاء الله بالنسبه لي طرافو براتيك ان شاء الله هاد لا سيمين غنبداو على السيستم اوفنسيف دونك ان شاء الله غتكون اون سيونس تيوريك على السيستم اوفنسيف ومن بعد غيكونوا دي سيونس براتيك يعني دي زيكزيرسيس على السيستم اوفنسيف دونك شكرا نتمنى لكم يعني عيد مبارك سعيد وان شاء الله في اسرع وقت شكرا ومع السلامه شكرا سي نبيل بارك الله فيك مبارك عيد مبارك خويا عادل
بارك الله عليكم ماشي سعيده.